مساء الخير على حضراتكم. الحقيقة أنه منذ انتقال دكتور ثروت باسيلي وحتى اليوم وإحنا الحقيقة بنكتشف من خلال اتصالات حضراتكم ورسائلكم اللي بتبعتوها لنا هنا أو حتى رسائل لينا إحنا شخصية بتحكولنا فيها عن مواقف كتير عملها معاكو دكتور ثروت باسيلي أو عن أعمال الخير والرحمة اللي عملها دكتور ثروت باسيلي. ضيوفنا اللي بيشرفونا هنا في الاستوديو اللي احتكوا بدكتور ثروت بشكل مباشر أو غير مباشر، الحقيقة كل اللقاءات وكل الحكايات دي بتحكي لنا عن جوانب إنسانية عظيمة وجوانب راقية جدا في هذا الشخص اللي اختار نهج الخير والرحمة ليه في حياته. الحقيقة أنه ده يخلينا نفهم ونسأل، هو رسالة كل واحد فينا إيه؟ هل هي الرسالة الصح اللي في النهاية هتوصلنا للهدف إننا نعاين مجد الله ولا لأ؟ الحقيقة أنه دكتور ثروت اختار الطريق الصح، اختار أن رسالته تكون على الأرض رسالة خير ورحمة وسلام، تشبه بسيده اللي كان بيجول يصنع خيرا. الحقيقة أنه قصص وحكايات كتير قيلت عن دكتور ثروت باسيلي ومواقف رائعة إنسانية عظيمة جدا قيلت عن دكتور ثروت باسيلي بتخلينا نتأكد أننا قدام شخص كان بالحقيقة نور للعالم وملح الأرض. ربنا أراد لينا أننا نكون كده في الدنيا، نور للعالم وملح للأرض. كمان ربنا أراد لينا أننا نكون بيتمجد اسمه من خلال أعمالنا إحنا على الأرض، إننا نكون سبب في تمجيد اسم الله زي ما قال كده الكتاب: هكذا فليضيء نوركم قدام الناس ليروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. الحقيقة أن دكتور ثروت كان سبب في تمجيد اسم الله. من الرائع جدا أنك تكون سبب في تمجيد اسم الله، من الرائع جدا أنك تكون سبب في سعادة وبركة لناس كتير يمكن أنت ما تعرفهمش، من الرائع أنك تكون سبب في كفالة ناس كتير، من الرائع أنك تكون سبب في سعادة ناس كتير يمكن الناس دي أنت عمرك ما شفتهم ولا عرفتهم، من الرائع أنك تكون سبب في علاج ناس كتيرة جدا عمرك ما قابلتهم في حياتك، من الرائع أنك تكون إنسان في وسط عالم مليء بالصراعات ومليء بالعدوات ومليء بالإغراءات، من الرائع أنك تكون إنسان بتحمل في قلبك المحبة والخير والرحمة اللي كان بيحملهم دكتور ثروت باسيلي في قلبه متى تحرك وأينما كان. الحقيقة هو رحل عنا بالجسد لكن أعماله باقية، أعمال الخير والرحمة كل الناس بتدعي له في كل حتة، بتدعي له على القناة الجميلة اللي دخلت الكنيسة في كل بيت، بتدعي له على أعمال الرحمة اللي موجودة في كل حتة. يمكن تقريبا كل محافظة دكتور ثروت لي فيها بصمة بعمل خير معين. أين أنت؟ العلامة المضيئة في تاريخ سي تي في دكتور ثروت صاحب هذه الفكرة الرائعة الجميلة اللي بيها وقف جنب ناس كتير يمكن في وقت من الأوقات ما كانش ليهم سند ولا ظهر يتسندوا عليه. أعتقد أنه في النهاية دي كلها ملامح وسمات شخصية فريدة جدا، شخصية عظيمة جدا، شخصية تستحق أننا نقف النهاردة ليها احترام، شخصية تستحق أننا نتكلم عنها مش بس عشان نتعزى لكن كمان عشان نعلم الأجيال اللي جاية إن فكرة الشخصيات اللي عندها رحمة وخير ما انقرضتش، لا موجودة. فكرة الشخصيات اللي فعلا يمكن تكون لينا قدوة موجودة ما انقرضتش، عشان نعلم أولادنا إن الناس اللي بتحب تدي والناس اللي بتحب تعمل خير ورحمة ما زالت موجودة، وشخصيات معاصرة وعايشة ما بيننا مش شخصيات قديمة ولا في تاريخ فات، لكن إحنا ما بيننا شخصيات عظيمة كتير لازم نكتشفها ولازم سيرتها تخلد ولازم نفضل نحكي عنها علشان نتعلم منها ونعلم كمان أولادنا. احنا النهاردة مكملين مع حضراتكم، لسه هنتكلم عن هذا الشخص العظيم دكتور ثروت باسيلي. بيشرفنا يكون معنا في الجزء الأول من حلقة النهاردة دكتور أشرف حبشي مدير الاستيراد بشركة أمون، والجزء الثاني من حلقة النهاردة هيكون معنا الأستاذة مارجريت عازر عضو مجلس النواب. هنكمل مع حضراتكم حوار عن هذا الشخص العظيم الدكتور ثروت باسيلي، مش بس عن أعمال الخير والرحمة اللي هو كان بيعملها لكن عن جوانب تانية في شخصيته. دكتور ثروت باسيلي رجل الأعمال الناجح، دكتور ثروت باسيلي الشخص الوطني المحب جدا والمخلص جدا لوطنه، دكتور ثروت باسيلي العالم في مجاله.
الحقيقة أنه جوانب كتير جدا تجمعت كلها في شخصية أنتجت رجل محب لوطنه، رجل اقتصادي عظيم، رجل سياسي مخضرم، رجل كنسي من طراز فريد، رجل في الأول وفي الآخر كان شايف أنه لابد أنه ينفذ وصية الرب على الأرض، أنه يكون سند وعون وظهر لناس كتير جدا. أنا سمعت قصص الحقيقة، يمكن حاجات كتير ممكن ما أقدرش أقولها، لكن يمكن ناس كتير أمنتني أمانة أنه لازم أوصل التعازي لأسرته، وناس كتير أمنتني أنها أننا لازم أذكر أعمال الخير والرحمة اللي عملها معاهم. يمكن هنقول ده في الحلقة النهاردة، لكن أنا عايزة أقول لحضراتكم في النهاية، إذا كنا بنتحدث وبنتكلم عن أعمال خير وأعمال رحمة، إذا كنا بنتحدث عن شخصية فريدة، فإحنا بنتحدث في النهاية عن شخص اكتملت فيه كل هذه الصفات، وهو شخص دكتور ثروت باسيلي. هنخرج لفاصل ونرجع نبدأ مع حضراتكم أولى لقاءاتنا النهاردة مع أستاذ الدكتور أشرف حبشي، مدير الاستيراد بشركة أمون. بعد الفاصل خليكم معنا. وحملته الملائكة إلى حضن إبراهيم. الحق أقول لكم، إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتموت فهي تبقى وحدا، ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. إنه علامة وأرخ فاضل في تاريخ كنيستنا المعاصر، خدم الوطن خدمة فاضلة بأمانته وبعلمه وبعمله وبفكره ورؤيته. خدم كرجل وطني من خلال مجلس الشورى، ومن الناحية الكنسية هو أحد الأراخنة الذين ستؤرخ لهم الكنيسة دورهم الفعال والقوي خلال السنوات الكثيرة الماضية. من النادر انك تلاقي شخص اجتمعت حواليه كل الاراء بالايجاب،
الحقيقة أن مظاهرة الحب اللي شفناها من وقت انتقال دكتور ثروت باسيلي وحتى اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ناس كتير غيرت صورها على الفيسبوك وحطت صورة دكتور ثروت باسيلي، ناس كتير بقت بتعمل شير للأخبار الخاصة بوقت الجنازة وغيرها، ناس كتير جدا بقت بتعمل شير للحلقات الخاصة بحديثنا وحوارنا حول الدكتور ثروت باسيلي، ناس كتير بتبعت لنا رسائل تسألنا فيها على وقت الجنازة والتفاصيل الخاصة بالوقت ده. ناس كتير جدا حبت دكتور ثروت باسيلي حتى من غير ما تشوفه، لأنه اللي وصل لها واللي شافته بعينيها رجل معطاء، رجل محب للخير، رجل الحقيقي يعني يستاهل أننا نتكلم عنه وقت طويل جدا زي ما قلت لحضراتكم، مش بس عشان نتعزى لكن كمان عشان نتعلم، عشان يكون عندنا قدوة في الوقت الحالي أو في الزمن الحالي. ناس كتير قوي بتفتقد فكرة القدوة. القدوة مش بس أني أكون بتمثل بشخص عالم أو شخص يعني مميز في مجال معين، لكن كمان القدوة في العطاء، القدوة في المحبة، القدوة في الخير. الحقيقة أن كل الصفات دي اجتمعت في دكتور ثروت باسيلي، عشان كده احنا موجودين النهاردة، وعشان كده احنا بنتكلم النهاردة، وعشان كده النهاردة لسه مكملين مع حضراتكم حوارنا حول دكتور ثروت باسيلي. بيسعدنا ويشرفنا يكون معنا دكتور أشرف حبشي مدير الاستيراد بشركة أمون. أهلا بك يا دكتور. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. يعني في البداية قولنا كده ازاي تعرفت على دكتور ثروت؟ الحقيقة أنا تعرفت أو بديت علاقتي بالدكتور ثروت يمكن من أكتر من 25 سنة أو تحديدا 35 سنة النهاردة، لأن أنا قضيت في العمل مع الدكتور ثروت 25 سنة كاملة. دكتور ثروت كان بالنسبة لي كنت أسمع عنه وأنا لسه متخرج جديد من الكلية، كلية صيدلة، يمكن الكلام ده سنة 80-81، كنت في السوق الصيدلي بشتغل في صيدلية، بعرف الدكتور ثروت، أعرف زمايلنا الموجودين في السوق بيتكلموا عنه. كان بالنسبة لي الحقيقة الدكتور ثروت من كتر ما كنت بسمع عنه أنا لسه شاب صغير يعني سن 22 سنة، كان بالنسبة لي الدكتور ثروت حاجة كبيرة قوي، يعني بالضبط كأنه طفل صغير بيبص في نفق طويل جدا آخره ضوء، الضوء ده كان الدكتور ثروت. مرت الأيام وانضميت للكتيبة بتاعت أمون في سنة 83. دي كانت البداية بمعرفتي بالدكتور ثروت. يمكن مش عايز أقول لحضرتك أني وأنا قاعد مع حضرتك النهاردة أنا فاكر كويس أول يوم دخلت فيه أمون، يوم الانترفيو. الانترفيو بتاعنا كان بيعمله الدكتور ثروت سنة 83، أنا فاكره كويس قوي، هو قاعد في الأوضة والكرسي البني العالي اللي قاعد عليه، وفاكر يمكن بعض الأسئلة اللي كان سألهاني. دكتور ثروت ما كانش بيسأل بس إيه اللي تعرفه عن السوق، إيه اللي تعرفه عن البرسوناليتي بتاعت مندوب الدعاية، لكن يمكن أحد أسئلته إيه أنواع القطرات بتاعت العيون اللي بتستخدم وإيه تأثير الكورتيزون على الجسم، وابتدينا ندخل في القصة دي يمكن خلال الانترفيو دي. أنا فاكرها زي امبارح رغم مرور النهاردة عليها أكتر من 35 سنة. دي كانت البداية مع عرفت الدكتور ثروت، بديت مندوب دعاية معاه في شركة أمون، وبقول يمكن كتيبة أمون لأن إحنا كنا عددنا صغير، إحنا في الفترة دي كان عددنا حوالي 25 واحد 27 واحد كل قوام المكتب العلمي. كان لنا لقاءات دورية مع الدكتور ثروت كل أسبوع، كل 15 يوم كان يجي ويقعد معانا يشرح لنا رأيه، يدينا فكرة على المستحضرات، يدينا الرؤية بتاعته إزاي نشتغل، إزاي نتعامل مع الأطباء، إيه علاقته بيهم. الحقيقة أنا مريت، كنت مسؤول عن منطقة أسيوط، كنت مسؤول عن منطقة أسوان، ودي كانت فترة يعني فترة جميلة جدا إن أنا زرت أسوان فيها، اللي كلنا نعرف إن بدايات الدكتور ثروت كانت في أسوان في صيدلية ثروت. لما زرت الأطباء وزرت الصيادلة هناك لا تتخيلي المحبة اللي كان بنقلها من الناس هناك والأطباء إلى الدكتور ثروت. يمكن تحضرني واقعة لطيفة جدا، كنت أنا تعرف أسوان في شارع السوق، فأنت عارف حاجة بنعدي ممكن بنشوف محلات العطارة وكلام زي كده، فكنت واقف قدام محل عطارة، تعرف شكل المندوبين بيبقى باين لابس، واحنا شكلنا فأمون كان مميز، لازم الكرافتة، البدلة، الشنطة المعينة، كل الكلام ده. فبتكلم مع ابن صاحب المحل، صاحب المحل كان قاعد جوه، فبيقول لي حضرتك مندوب؟ قلت له اه. فبيقول لي فين؟ فقلت له في أمون.
لقيت صاحب المحل طالع من جوه المحل بيقول لي حضرتك في أمون سلم لي على الدكتور ثروت. ده واحد من الناس اللي بنعتبرها أبو أسوان، المؤسس للمحبة الموجودة ما بين كل الناس الموجودة في أسوان. راجل كان كبير في السن الحقيقة. الحقيقة يعني أنا ذهلت من قد إيه العشرة اللي سايبها الدكتور ثروت في أسوان. هو ده اللي أنا كنت بقول عليه في البداية، إنه قليل قوي لما نلاقي شخص الناس كلها اجتمعت حواليه. صحيح. يعني صحيح. ممكن نلاقي شخص متميز جدا في مجاله العملي مثلا، شخص صحيح. تاني متميز جدا في مجاله الروحي، شخص جدا متميز في مجالات أخرى، لكن إنه يكون الشخص متميز في أكتر من مجاله وكلهم ناجح فيهم وكل الناس تتفق على إنه ده شخصية استثنائية وشخصية مميزة، ده الغريب الحقيقة. ده مش غريب عن دكتور ثروت، لأنه كان شخصية شاملة، كان قامة كبيرة وقيمة عظيمة. الدكتور ثروت يعني الواحد مهما تكلم عنه مش هيكفيه حقه. يمكن أنا بعد فترة الدعاية انتقلت لمرحلة أخرى في الشركة، إن أنا كنت مسؤولا عن فرع أسيوط. الفترة دي أنا أتذكر زيارتين للدكتور ثروت. الزيارة الأولى زار فيها أسيوط وكان مدعو من كلية صيدلة جامعة أسيوط للاحتفال باليوبيل الفضي لتأسيس كلية الصيدلة. الحقيقة وجود الدكتور ثروت في هذا اليوم كان يوم لا ينسى. أولا الاحترام العظيم لوجود الدكتور ثروت ما بين أساتذة الكلية. اليوم ده مش عايز أقول لحضرتك أني معظم الطلبة اللي كانوا موجودين واللي متخرجين ما سابوش الدكتور ثروت. كانوا ملمومين حواليه، سواء في الاحتفال بتاع الصباح أو في العشاء اللي كان معد مساء. الطلبة كلهم حواليه، كلهم بيسألوه، كلهم بيتكلموا معاه، وهو كان بيجاوب على كل سؤال يسأله أي طالب أو أي أستاذ أو أي محاضر موجود معاه. كان الحقيقة يوم لا ينسى من الأيام اللي أنا قضيتها جنب الدكتور ثروت. الزيارة الثانية، ودي زيارة كانت مهمة جداً، طلب فيها الدكتور ثروت أنه هو يزور المثلث الرحمات أنبا ميخائيل مطران أسيوط. أنا محتاجة بقى أعرف تفاصيلها دي، لكن أنا بستأذن حضرتك. معانا على التليفون دكتورة أمنة نصير عضو مجلس النواب. أهلا بك يا دكتورة أمنة. أهلا بك وضيفك الكريم. الحقيقة خبر دكتور باسيلي يعني العزاء لنا جميعا فيها. وأنا على قد إيه بحترم الدكتور باسيلي، وأنا لا أنسى عندما جاء في أمسية هو والبابا شنودة في نادي الزهور عندنا في مدينة نصر، وأسركت لي كلمة حتى أستشهد بها كثيرا. لما وقف كده في النادي، القاعة الكبيرة كان فيها يعني آلاف الناس، وقالها كده بلطف وببساطة: بذمتكم حد يعرف يطلع المسلم من المسيحي في هذه القاعة؟ هي يا دوب الدكتور أمن نصير عشان حط طرح على راسها، قلت له طب ما نمنع عندك الرهيبة بتحط طرح على راسها برضه. وأخذناها ببساطة وبلطف وضحكنا، وكانت أمسية جميلة. قد إيه كانت روحي لما تطفي على المكان تديله طعم وتديله ثقافة وتديله محبة. يعني أقول ألف رحمة لك يا دكتور باسيلي وكل العزاء لأسرتك ولابنك زميلنا الفاضل اللي معنا في البرلمان. كل العزاء له ولأسرته القريبة والبعيدة والبقية في حياة البقية. أمين. أنا بشكرك جدا دكتورة أمنة نصير عضو مجلس النواب على هذه الكلمات وهذه التعزية. ومعانا على التليفون أستاذ مدحت قلادة رئيس اتحاد المنظمات القبطية بأوروبا. أهلا بك يا أستاذ مدحت. أهلا إزي حضرتك. إزي حضرتك. أهلا بك يا فندم، اتفضل. أهلا. أنا كنت عايز أقول إن إحنا فضلتنا كبيرة جدا، إحنا خسرنا مصر خسرت كلها قامة كبيرة، قامة وطنية، قامة مسيحية، قامة إنسانية، خسرنا فعلا قامة يعني لا تعوض. لأن إحنا كاتحاد منظمات القبطية في أوروبا إحنا طلعنا بيان وقلنا إن إحنا فعلا خسرنا يعني دكتور ثروت باسيلي، لأن هو كان هو راجل وطني وراجل الله يريح نفسه وطني ومصري حتى النخاع. وعايز أقول لحضرتك إن هو
لم سلك سلوك رائع جدا جدا، لم يلعن الظلام وانما اضاء شمعة بتنير كل بيوت المصريين وليس المسيحيين، بتنير كل بيوت المصريين في كل دول العالم. فانا حاولت اتصل بالاستاذ الدكتور ليا، لكن ما كانش ليا حظ عزيز، لكن انا بعزي كل القناه، كل العاملين في القناه، بعزي مصر، بعزي الكنيسه، بعزي كل انسان وطني في فقدان هذا الرمز اللي احنا فعلا فخورنا بيه وما زلنا نفتخر بيه، ولكن واثقين ان رسالته هتكمل، ان زي ما بيتقال بالمثل المصري اللي خلف ماشي والشعله مشتعله، وربنا يعوضه خير وعمله باقي واسمه كل بحروف النور في تاريخ مصر. ده حقيقي. أنا بشكرك جزيلا أستاذ مدحت قلادة رئيس اتحاد المنظمات القبطية بأوروبا، شكرا جزيلا لحضرتك. يمكن استكمالا للتعازي، امبارح كنت يعني في جلسة مع طبيب غير مسيحي، وهو بيحب يتفرج علينا، فقال لي أنا حبيت دكتور ثروت من كتر ما بتتكلموا عليه، أنا شفت فيه صورة أبويا، وقال لي لازم توصلي تعازية الخاصة والخالصة جدا لأبنائه وليكوا في القناة. يعني ده معناه أنه فعلا الشخص اللي بيبقى مليء بروح ربنا يعني وشه بيشع كده نور ومحبة، والمحبة اللي جوه قلبه الناس بتحسها وبتلمسها، وبالتالي بتبادلوا نفس المشاعر دي. احنا وقفنا عند زيارة دكتور ثروت للأنبا مخايل. وأنا هاخد من كلام حضرتك في كلمة صورة أبويا. يمكن أنا بالنسبة لي والدي توفى صغير، كنت أنا صغير، كان سني يمكن 15 سنة. بعد ما اتخرجت أنا يعني أشكر ربنا أني ربنا أعطاني قامتين كبار أقدر أقول أن أنا عشت ما بينهم. القامة الأولى كانت مثلث رحمات الأنبا ميخائيل مطران أسيوط، بعتبر أنه هو والدي الثاني اللي أنا عشت معاه واتلمست على ايديه، وكانت لي علاقه بيه قويه جدا. الاب الاخر هو الدكتور ثروت، لما بدات العمل معاه انا اعتبرته مثل قاعده، لا انا اعتبرته الحقيقه اب ليا، اقدر اوصل له، اقدر اتكلم معاه، اقدر احتاجه لما يبقى في موقف معين. الزياره بتاعت الدكتور ثروت لمثلث رحمات الأنبا ميخائيل لما كان في أسيوط، الحقيقة هو طلب، قال لي أنا عايز أروح أقابل الأنبا ميخائيل، فطلبت من الأنبا ميخائيل قلت له الدكتور ثروت هنا وعايز يقابلك. عادة سيدنا الأنبا ميخائيل لما كان يوم جمعة الكلام ده بعد صلاة بعد القداس بيسلم على الناس وبيدخل، عادة ما بيطلعش تاني. فلما عرف ولحقته قال لي طب يجيني الساعة 12، وقد كان الدكتور ثروت طول عمره بحافظ على مواعيده، قبل ميعاده بيبقى في المكان نفسه. يعني الساعة 12 وربع كنا هناك، دخلنا نيافة الأنبا ميخائيل، وكان لقاء الحقيقة رائع جدا جدا. كنت أنا ودكتور ثروت، وكان يمكن الأستاذ إيليا معانا، وكان بعض من الناس الزملاء الموجودين معانا في الزيارة. لقاء لا أنساه الحقيقة. الأنبا ميخائيل تكلم كثيرا عن دكتور ثروت، ولكن أنا أذكر كلماته في هذا اليوم. قال لنا إني أنتم معاكم مش الدكتور ثروت، أنتم معاكم ثروة. حول التاء المفتوحة إلى تاء مربوطة، لأن الأنبا ميخائيل بمنايح نفسه كان له في الكلمات وله في السجع بليغ جدا بالضبط. فقال أنتم معاكم ثروة وليس ثروت، وثروة ليس معناها المال. لا، أنتم معاكم ثروة من العلم، من التحضر، من الرؤية الثاقبة، من الفكر المتجدد، من العاطفة، من الحنان، كل ده ثروة الدكتور ثروت. افتكروا ان انتم معاكم ثروة عظيمة لا تنتهي النهاردة وبكرة والأيام اللي جاية. ده حقيقي. طيب احنا معانا القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة، أهلا بك يا أتسابونا. أهلا بك. يعني أتسابونا أكيد قدسك عندك الكثير لتقوله عن دكتور ثروت باسيلي. الحقيقة دكتور ثروت يمكن من أحلى الألقاب اللي أطلقت عليه، إن هو إبراهيم الجوهري بتاع العصر الحديث. ده حقيقي. والحقيقة اللقب دوت
يحمل كل الغنى الكامل في الشخصية نفسها، من محبتها للعطاء، من فضائلها، من ارتباطها بالكنيسة، من ارتباطها بالإبسين. يكفي محبة قادة الكنيسة دي زي قداسة بابا شنودة الثالث وبابا بطرس الثاني، محبتهم الفايضة دي كانت علامة، يعني عايز أقول كده، حقيقية لروعة هذه الشخصية العظيمة. يعني هي شخصية جميلة إنها تبقى موجودة وسطينا وعاشت وسطينا، أثرت الكنيسة بفضائلها وعايز أقول بقدوتها، زائد إن هو كان من محبة الجميع اللي اتعاملوا معاه، وأنا شخصياً اتعاملت معاه، فهو إنسان حقيقي عايز أقول كده عظيم لتلك المرحلة اللي إحنا كنا عايشينها. هل كان في مواقف جمعت قدسك بدكتور ثروت تقدر تحكيها لنا؟ الحقيقة الموقف اللي كان يعني أثر فيا قوي، إن هو ده ساعة ما كان عامل نادي العبور نادي الأنبا موسى، ورحت مع نيابة الأنبا موسى ساعتها، وكان بيعرض بيقول إن كل النادي بكل إمكانياته هتكون تحت خدمة الأسقفية، واللي أنتوا عايزينه فيه شوفوا أنتوا عايزين تعملوا إيه، وكل المكان بكل إمكانياته هيكون تحت أمركم. أنا كنت أول مرة أشوف حد بيدي بخيط كده وبيخدم الكنيسة بالخيط الكبير دوت، يعني ده حقيقي. أنا بشكرك جزيلا قدس أبونا القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة، ومعنا أستاذ مجدي ميخائيل من أستراليا. أهلا بك يا أستاذ مجدي. ألو، صباح الخير ولا مساء الخير يا أستاذة نانسي؟ مساء الخير يا فندم. من أستراليا الحقيقة هنا، يعني بأرسل تعزيتي وتعزية أسرتي والأسرة الكبيرة للمشاهدين السي تي في في وفاة وانتقال عملاق كبير من عمالقة مصر، عملاق في الاقتصاد الوطني المصري، عملاق في عمل الخير، عملاق في حب الناس، عملاق في الوطنية بتاعت مصر، الدكتور ثروت بسيلي. يعني أذكر أن أنا كان لي شرف أني أنا كنت ضيف عندكم في القناة 3 مرات، وأذكر أنه أحد السائقين اللي كان جابني للقناة، طبعا القناة البرنامج في النور بيبقى بالليل من الساعة 8 إلى 10، فكان في مسجد على مقربة يعني ليست بمسافة بعيدة عن مقر استديوهات القناة، فشوذي السواق بتاع التاكسي وقال لي المسجد دوت من مساهمات الدكتور ثروت بسيلي. فكان إنسان مصري وطني مخلص بيطبق تعاليم الإنجيل، يعني كان إنجيل معاش في تقديم الخير وتقديم فعل الخير وفعل المحبة لكل الناس بلا استثناء الحقيقة. وأنا كنت دايما أقول يا رب الراجل ده ربنا يديله أعمال الخير مش في ولاده بس، في ولاد ولاده. الحقيقة تأثرنا جدا بانتقاله وفقدانه في الأرض، ولكن ربحته السماء. والحقيقة أنا بعزي الأستاذ الأخ العزيز النائب إليا والأستاذ جورج، مدام إيزيز زوجته الفاضلة، وبناته الأستاذة منى والأستاذة نيفين، وربنا يعزي الأسرة كلها، وأناشدهم إن هم يبقوا على سرح الأعمال العظيمة اللي عملها واللي أقامها الدكتور ثروت بسيلي. كانت منتجات شركة أمون الحقيقة الطبية والصيدلانية كانت تحوز إعجاب وثقة كل المجتمع الدولي، يعني كانت تصدر لمعظم بلدان منطقة الشرق الأوسط، وكانت بتحوز ثقة وإعجاب وثقة الجميع. تعزياتنا لأسرته، وتعزياتنا لأسرة قناة سي تي في، وتعزياتنا لمصر كلها الحقيقة. أمين. أشكرك جدا أستاذ مجدي ميخائيل من سيدني أستراليا. عايز أرجع لحضرتك يا دكتور، ويمكن زي ما شفنا دكتور ثروت يمكن فكرة التميز عنده ما كانتش أنه أكون في المتكئات الأولى أو أني أكون ظاهر قدام الناس، يمكن بيمتلك قناة فضائية لكن ما كانش بيظهر فيها، يعني ما كانش دايما يحب يكون في الوجهة، ما كانش يحب يكون في الصدارة، لكن فكرة التميز عند دكتور ثروت أني أكون موجود في القلوب، في القلوب من خلال بقى أعمال الخير والرحمة الكتير اللي يمكن كل الناس ما بتتصل بينا أو بتكلمنا بنكتشف موقف ورا موقف ورا موقف، في جملتها مواقف بتنم عن شخصية الإنسانية عندها عالية لدرجة رهيبة. لو حضرتك تحكي لنا مواقف عن دكتور ثروت وطريقة تعامله مع الموظفين في العمل كانت بتبقى عاملة إزاي؟ يمكن قبل ما نتكلم في النقطة دي، الحقيقة يعني أنا لما بنظر لصورة الدكتور ثروت ديه
أو دي. الحقيقة أنا بلاقي الدكتور ثروت موجود في مثلث، مثلث تحوطه ثلاثة كلمات. رأس المثلث هو القوة، قاعدة المثلث كلمتين: الحكمة والاتضاع. القوة ممكن نحط تحتيها كلمات كتيرة جدا، ممكن نقول الصرامة، ممكن نقول الدقة، ممكن نقول الكفاح، ممكن نقول المصابرة، كلها قوة. الحكمة، ودي يعني نقطة متميز بيها جدا دكتور ثروت في كل تعاملاته مع الناس، زي ما حضرتك مع الموظفين، مع المديرين، مع الأشخاص العاديين، حكمة بكل معانيها اللي بيظهر فيها بالكامل آية الكتاب المقدس: رأس الحكمة مخافة الله. طبعا طبعا. الاتضاع، والاتضاع بكل معانيه: الاتضاع بمعنى البساطة، بمعنى المحبة، بمعنى عفة اللسان، البعد عن أي مشاكل. هي دي الاتضاع بكل معانيه. أيضا لو رجعنا للقوة وهي رأس المثلث عن دكتور ثروت، هنلاقي أن القوة بتاعته، يمكن كنت أنا مرة بتكلم معاه، يمكن في الفترة اللي أنا ابتديت أبقى قريب ليه في القاهرة، لأن أنا انتقلت من أسيوط إلى القاهرة في وظيفة جديدة وهي إدارة الاستيراد في ذلك الوقت، يمكن سنة 95-96. الفترة دي دي كانت تالت شركة بيعملها دكتور ثروت. يعني أول شركة كانت ABI، وبعد كده انتقلنا لشركة أمون للصناعات الدوائية، وبعد كده بنى شركة جديدة في العبور، وهو كان دايما سابع عصره. دكتور ثروت ما بي هي كان من اوائل الناس اللي ابتدت تعمر في العبور، وده صحيح. لا، من اوائل الناس اللي هي عملت السلام بالضبط. يعني يوم ما فكر يعمل اول مصنع ليه، خرج خارج نطاق الكردون بتاع القاهره. المنطقه دي اللي عاش الفتره دي واحنا عشنا فيها، المنطقه دي كانت قفر تماما. مش عايز اقول لك ان الدكتور ثروت اطلق عليه النار اكثر من مره لما كان بيبني المصنع هنا، لان المنطقه دي كان كلها مشاكل، كلها بعض العرب، كلها بعض الناس اللي بتسكنها كانوا رافضين ان يبقى فيها تنميه. بالظبط. دكتور ثروت بدا بالتنميه في مكان قفر، في مكان غير اهل بالسكان. دي مغامره في حد ذاتها، ومغامره طبعا بلا شك. تحمل هو مسؤوليتها بكل مصابره وبكل كفاح وبكل رؤيه، ان انا هعمل مجتمع جديد في المكان ده. وقد كان، وقد كان. عمل اول شركه، ولظروف معينه انتقل من الشركة دي إلى الشركة الجديدة اللي هي أمون للصناعات الدوائية، اللي هي بجوارها مباشرة. وبعد كده في أعتقد في 98 باع الشركة دي، وانتقلنا إلى العبور في نهايات 97. العبور برضو أيضا مكان زي ما حضرتك قلتي، مكان بعيد تماما. أنا أفتكر كويس إن لما رحنا نشوف الأرض الأول مرة، أنا بقيت مذهول. دي أرض صحراء ما فيهاش صريخ ابن يومين. مش عايز أقولك إن أنا كنت ماشي معاه، لاقي في الارض بورز موجوده في الارض، اخرام، فبسال ايه دي؟ قال لك دي اماكن تعابين. يعني كان الحقيقه شيء مرعب ان انت تروحي في مكان انت مش شايفه غير اللون الاصفر. لكن هل المكان ده كنت بتخيل هو المكان ده هيعمر؟ دي كانت بداية التعمير بقى. يعني كمان شركات كتير عملت زي دكتور ثروت وانتقلت الى منطقه هو كان البدايه. دكتور ثروت هو من حارب لكي يحصل على أول رخصة لمصنع أدوية قطاع خاص في مصر. ده حقيقي. سنة حاجة وثمانين، سنة يمكن 80 أو 81. هو رقم واحد. دكتور ثروت طول عمره بيفكر بره الصندوق. لما كان يقعد معانا كتير ويسرح، تأكدي إن هناك فكرة، وفكرة غير متوقعة تماما. هو ده الدكتور ثروت، هو ده الإنسان اللي بيفكر بره الصندوق، اللي عنده نعمة، اللي بيطبق آية في الإنجيل وكنت أنا بتكلم معاه فيها، اللي هي في مراسي أرمية: جيد للرجل أن يحمل النيرة منذ صباها. هو حمل النير وهو صغير، هو بحكمة، هو بحكمة. فالنهاردة الدكتور ثروت لما بدأ وانتقلنا إلى العبور في سنة 97، لأن دي أنا كنت من أول الناس اللي هو قال لي بكرة تبقى في العبور، ودي الصرامة ما يفصلش. لا، هو عارف كويس بيعمل ايه، عارف كويس ايه النتيجة، دارس كل حاجة.
في يوم انا كنا هناك في مصنع امون الصناعات الدوائيه وقال لي اشرف بكره انت والتيم بتاعك تبقى في راقور. دكتور ثروت هروح اعمل ايه؟ ده ما فيش غير مبنى واحد ومبنى صغير. ما اعرفش بكره تبقى في العبور. وقد كان تاني يوم كنت في العبور انا والتيم بتاعي. اتصرفنا غزلنا برجل حمار زي ما بيقول المثل وقد كان. واستمرينا في العمل وهو بعد كده تصرف محب جدا لعمله ودقيق جدا في كل كلمة يكتبها وفي كل كلمة تخرج من فمه. ما كانش بيعمل أي عمل برخاوة. لا لا كلمة الرخاوة دي فكرتيني بحاجة مهمة حضرتك بتقولي كلام أنا يمكن باخد منه باستمرار. ودي كانت أول كلمة سمعتها منه يوم ما طلب أن أنا أجي القاهرة. ودي يمكن أنا قلتها في المداخلة بتاعتي اللي عملتها معاكم يمكن يوم الأربعاء اللي فات. بعد ما قعدت معاه قال لي أشرف أنا هدي لك آية من الإنجيل دي تبقى العنوان بتاعك. وقال لي آية الرخاوة لا تمسك صيدا أما ثروة النفس الكريمة فهي الاجتهاد. هذه الآية قال لي دي حطها قدامك ثروتك إن أنت اجتهادك قراءة درس تعلم مؤتمرات قراءات كل ده اللي بيدي لك القوة في مكانك اللي بيدي لك القوة في كل خطوة من خطواتك. بالرغم انه اي صاحب عمل مش هيفرق معاه ان اللي شغالين معاه علاقتهم كويسة بربنا ولا لا، هو يقول انا مالي انا اهم حاجة عندي ان شغلي يتعمل زي ما انا عايزه خلاص. لا. مش مهم ده بقى بيروح كنيسة ولا لا، علاقته بربنا قوية ولا لا، مش هتفرق. يعني معظم الناس بتفكر كده. هقول لحضرتك حاجة، تعرفي اني امون كان يوم السبت الاول من كل شهر لها قداس خاص في كنيسة العذراء بالزيتون، ودي قاعدة لجميع العاملين ان هم اللي يقدر يروح فيهم يحضر القداس ده يبقى واجب عليه ان هو يروح. دكتور ثروت كان من اوائل الناس اللي بيحضروا القداس ده في كنيسة عذراء الزهور الزيتون. في الزيتون اول سبت من كل شهر. Yeah. وكان بيروح وبيلبس فيه هناك وكان بيشوف العاملين اللي بيجوا واللي بيغيب بيسأل عليه. مش اللي يجي يجي وما يجيش ما يجيش، لا كان اللي بيجي بيسأل عليه. دكتور ثروت في بساطته يمكن مرت علينا مشاكل كتير، ويمكن كان أبسط حاجة لك لما كنت أروح أقول له دكتور ثروت أنا في مشكلة كذا 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 ومعقدة و وخلاف، يقول لي عارف تعمل إيه؟ أقول له إيه؟ قال لي تروح كنيسة العذراء في الزيتون وتولع ثلاث شمعات وتصلي هناك وتعالى قول لي على النتيجة. النتيجة بتبقى محسومة. إيه الثقة دي؟ ثقة غير طبيعية. كان ده الحل اللي عنده. طبعا غير ان هو بينصحك وبيشرح لك وبيعلمك، لان الحقيقة انا تتلمست على ايدين الدكتور ثروت على مدى سنين طويلة يمكن اكتر من 11 سنة كنت قريب جدا ليه. كنت دايما انا انزل له عشان اعرض عليه الشغل بتاعي او اذا كان في توقيعات او امضاءات، كان دايما متاخر ويقول لي انت دايما من اصحاب الساعه 11 تجيني اخر اليوم. قلت له ما انا عشان اتعلم منك عشان استفاد. وكانت بتبقى احيانا جلسه طويله جدا كنت بسمع من الدكتور ثروت اشياء رائعه اتعلمتها مش في الشغل بس. طب فكرة التلمذة دي لازم نقف عندها لأنه اللي حضرتك بتحكيه ده مهم جدا. ده بيأسس لنا قواعد تانية يمكن الناس اللي بتتفرج علينا وعندها صروح اقتصادية أو عندها حتى أماكن صغيرة تتعلم إزاي تتعامل مع الناس اللي بتشتغل معاها. إحنا معانا أستاذ رفعت لبيب المحامي. أهلا بيك يا أستاذ رفعت. أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم اتفضل. هو الحقيقة إحنا بنعزي نفسنا وبنعزي الكنيسة كلها في انتقال أرخن فاضل طبعا نموذج رائع للعطاء، وإحنا بنشكر ربنا من أجل وجود هذا النموذج في الكنيسة. إن هو مش من الرتب الكهنوتية أو من الإبليروس، ده راجل علماني لكن ضرب نموذج رائع جدا هيظل لسنوات طويلة رمز للعطاء ومدرسة رائعة جدا في الإنجيل المعاش جسد كل الوصايا
الحقيقه انا ما كانش ليا شرف ان انا اتقابل معاه قريب، لكن انا خدمت في مجالي يعني في كنيستي ثلاث حالات او اربع حالات يمكن بطريقه مباشره، وحوالي ثلاث حالات تاني بطريقه غير مباشره، وشفت قد ايه مجد الراجل ده رائع جدا جدا جدا، اكن بتعامل مع المسيح شخصيا من كرمه محبته عطائه بلا حدود وبإنكار ذات عجيب. ربنا يفرحه بالسما، مبروك عليه السما. هو دلوقتي واقف قدام رب المجد وفرحان وهو بياخد الاكاليل. ده حقيقي. وربنا يفرحه يعني. بشكرك يا استاذ رفعت، شكرا جزيلا لحضرتك. معانا استاذه فوزيه من سوهاج، اهلا بحضرتك، اتفضلي. اهلا وسهلا. اتفضلي. مساء الخير. مساء النور. بعت القناه سي تي في في الدكتور ثروت، وبعد كده ان هو مش مات معانا تمثل جسد انما بالروح، هو عايش معانا. صح. ليه كان يتمثل بالسيد المسيح؟ كان يجولا ويعمل خيرا. ده حقيقي. واللي قال الايه بتقول انا عملت، وقال وانت تعمل اكتر مني. بشكرك، بشكرك يا استاذه فوزيه، شكرا ليكي والكلمات التعزيه الخاصه بيكي، شكرا لحضرتك. احنا معانا تليفونات تاني. طيب، في صور رائعه يعني انا شايفاها حضرتك محضرها لينا النهارده. انا الصوره الاولانيه دي جميله الحقيقه، يعني مش عارفه الكاميرا تقدر تجيبها ولا لا. دكتور ثروت كان كمان يعني زي ما حضرتك قلت شخصية قائدة، وشخصية تقدر انها تتلمز اجيال على قديها، لكن كمان هو كمان شخصية كان مرحة جدا جدا، وكان بيحب المناقشة. ويمكن انا لمست ده شخصيا، انه كتير قوي كان ممكن نتكلم في نقطة معينة كان يقعد يحكي لي عن التاريخ، كان يحب قوي يتكلم عن التاريخ، ويحب لما يقول معلومة يدللي على المعلومة، يقول لي زمان حصل كذا وكذا وكذا وكذا، وبطريقة جميلة جدا الواحد يحس فعلا قد إيه يعني بقوته حتى وهو بيدي ملحوظة أو بيقول معلومة. حضرتك لمست ده إزاي في علاقتك بدكتور ثروت؟ الحقيقة الدكتور ثروت من الشخصيات البسيطة جدا جدا لما يكون خارج نطاق العمل. يمكن في العمل دايما له قواعده اللي هي صعب ان انت تتجاوزيها معاه، لكن في وفي نفس الوقت في منتهى البساطه. يمكن الدكتور ثروت عايزه تتعرفي عليه اكتر، اطلعي بره الشغل. انا الحقيقه انا سافرت معاه كتير، سافرت معاه دول اوروبا كتير في عديد من المؤتمرات والمعارض. صباحا هو شخصية مختلفة تماما، 8:30 الصبح لازم نكون موجودين معاه بنفطر، وهينزل قبلك. يعني أحيانا تنزل تلاقيه موجود، نبتدي من الساعة 9 لغاية لما يخلص ميعاد المعرض الساعة 5، وهو يدور معاكي على كل الاستندات، عينه على كل حاجة، يسأل ويعرف ويتكلم، وعينه لماحة. يعني أنا أفتكر في يوم كنا بنلف معاه وكان في ستاند حاطط بعض الكوتينج ماتيريال، الكوتينج اللي هو القشرة اللي بتغطي الدواء. عينه لمحت نوع من الكوت شكله جميل، كان لونه ميتاليك روز. فكنت أنا وكان معايا الزميل دكتور هاني كميل اللي هو كان مدير إدارة الجودة واللي هو حاليا رئيس الديوان البباوي. فبصلنا إحنا الاتنين وقال لنا أنا عايز دي. دي مسؤوليتكم. وقد كان. رجعنا دورنا اتكلمنا جبنا الماتيريال، دكتور هاني اتصنعت وعملت الكود بتاع احد مستحضراتنا وهو النيوروتون. يعني عايز اقول ان هو عينه لا تخطئ، ولما يختار الحاجه هو عارف بيختار ايه. اما مساء فشخصيه تانية خالص. شخصيه كان بيجمعنا بمنتهى الحب ومنتهى البساطه في السويت بتاعه. كان عادة لازم نعمل رابب أو موجز للي شفناه اليوم في المعرض كله، ويقعد يسأل شفت إيه؟
عملت ايه، كتبت ايه، قريت ايه، ايه السبلاير ده، ده عنده ايه، ده بيورد ايه، ده اتكلمت معاه في ايه. وفي نفس الوقت هو قاعد بمنتهى البساطة بمنتهى الأريحية بالبيجامة. شفتيش رئيس مجلس إدارة في أي حتة ليه باريرز كتيرة، لكن هو دكتور صلوات بسيط قاعد معاكي بالبيجامة بمنتهى البساطة. مش عايز أقولك إنه ممكن يقوم يقدم لك الحاجة الساعة تتعشي معاه وهو معاه زي بمنتهى البساطة بمنتهى الحب. دي وجه آخر بعيد تماما عن دكتور ثروت، لكن بتشوفيه وبتسعدي بيه وهو بيبقى سعيد جدا. بيحكي لك التاريخ، بيحكي لك الافكار، بيحكي لك الشركه اتعملت ازاي، بيحكي لك هو ابتدى حاجات كتيره جدا. انا كنت بسعد جدا، انا كان اهم حاجه عندي ان انا اصمت كي استمع لكلام الدكتور ثروت. دي كانت هوايتي، لاني يعني انا اللي اتعود واتعامل مع شخصيتين كبار زي نيافه الانبا ميخائيل الله يرحمه والدكتور ثروت يجب ان يصمت يسمع بالظبط، لان انت بتتكلمي مع شخصيتين لهم عشنا ما بين جملتين مقصورتين للاثنين. سيدنا الانبا ميخائيل لما يقول يا رب سلام ويا بركه مسيحنا القدوس، دكتور ثروت الكلمه الشهيره بتاعته يا بركه السيد الرب الهي، كلمة دايما يقول كلمة بركة، ده بركة السيد الرب إلهي. فاللي يعيش ما بين الجملتين دولة يعرف يعني إيه بركة، يعرف يعني إيه محبة، يعرف يعني إيه سلام، يعرف يعني إيه حكمة. كل ده الواحد يتعلمه منه. معنى كده إن النجاح مش صدفة، لا، النجاح ده منهج حياة. صحيح، اللي بيكون ناجح في شغله بيكون ناجح في كل الجوانب الأخرى، والعكس صحيح. يعني صحيح. في بعض الناس ممكن يكون فكرة النجاح عندها أن أنا أجمع فلوس، وده بيكون نجاحه على مستوى الشغل بس، لكن جوانب تانية بتكون مهملة تماما. إزاي حضرتك شفت النجاح في العلاقات الاجتماعية، النجاح في العلاقات الإنسانية، النجاح في الشغل، النجاح في الأسرة، النجاح في كافة مناحي الحياة؟ بستأذنك نجاوب على السؤال ده، لكن معانا مين؟ هتسابونا أنطونيوس حنا، كاهن كنيسة القديسة العذراء مريم بكاليفورنيا. أهلا بك يا هتسابونا. أهلا وسهلا. أهلا بقوتك معانا. ويعني أكيد خدمة دكتور ثروت كانت منتشرة ويعني بتطال أجزاء كبيرة جدا من مناطق أخرى، يعني مثلا زي أمريكا واستراليا وغيرها وغيرها. تقول ايه النهاردة عن دكتور ثروت باسيلي؟ اقول انه انا اصغر بكتير من انا اتكلم عن دكتور ثروت الحقيقة، يعني لانه دكتور ثروت تقامة عالية جدا احنا كلنا بنتعلم منها. طبعا. يعني انا كنت دكتور ثروت بحب دايما لما انزل مصر كنت دايما احب ازوره واقعد معاه. استمتع جدا باللقاء واستمتع بحكمته، استمتع بطريقته، استمتع بخبرته. ازاي شخص حط يعني في عقله وفي قلبه الكنيسه كلها والدنيا كلها، وازاي لما تقعدي معاه تلاقيه فكر مرتب ومنظم وانسان الحقيقه. يعني عايز اقول كلمه مش عارف اقولها ازاي، لكن عايز اقول ازاي انسان المال او الشهره او النجاح لم تغير من هذا الشهر. يعني دايما لما كان يبتدي وكذا مره قعد معاه ويتكلم معايا ازاي ابتدى بصيدليه وازاي يعني وصل الى هذا الكم من النجاح، لكن لما تقعدي معاه كل السنين دي وكل نجاح دي كان دايما يرسلك لربنا، وعمره ما حسيت ان المال او النجاح او الشهره او اللي هو وصله غير في معدن هذا الشخص. كنت بحس ده انسان روحاني جدا، كان هو حاسس ان كل حاجته ملك ربنا. كانت تربطه علاقه خاصه جدا بالبابا كيرلس، انا البابا كيرلس برضه يعني بيني وبينه علاقه خاصه كده، فكنا نقعد نشير مع بعض خبرته مع البابا كيرلس وازاي ان هو كان بيحبه جدا. ولذلك كنت دايما حتى وانا في امريكا يوم عيد البابا كيرلس اتصل بيه اعايد عليه وكان يفرح جدا يقول لي اه طبعا ده صديقنا المشترك.
يعني كان له علاقة خاصة جدا معه، وكان حكى لي أكثر من حاجة حصلت معاه مع بابا تورج، وكنت أحب دايما أسمع الحاجات دي. كان علاقته أيضا بالقديسة مريم، طبعا العذراء مريم قوية جدا، وقال لي إزاي هي أنقذته مرة من هارت أتاك جاله في ألمانيا وكان لوحده، وإزاي إن هو التانكت فيها وإن هو يعني طلع منها، بإن هي يعني يبقى مريضة إن هي جات ولا لا، لكن رياضة إن هو ده اللي حصل يعني. وعشان كده رجع بعدها وبنى الكنيسة على اسم العذراء وغيره، لكن يعني كان له علاقة خاصة جدا بالقديسين. إنسان عاش في صداقة مع القديسين وعاش في صداقة مع المسيح، وإنسان ملتزم في حياته الروحية جدا، في صلواته، في قداساته. الحقيقة يعني أنا كان يعز عليا جدا، لأن أنا آخر مرة كلمته كانت من شهور قليلة كده، كنت بعيد عليه، بعدين فقال لي يا ابونا أنت وحشني، أنا أنت مش هتنزل مصر أنا هيك، قلت له صدقني أنا هنزل إن شاء الله، أول ما أنزل لازم أعدي عليك. وفعلا كنت نازل في مصر في يناير ده، وكان نفسي طبعا أعدي عليه، لكن الأمور ما سمحتش. لكن يعني الحقيقة أفتقده جدا كشخص معلم وكشخص حكيم وكقامة روحية الإنسان بيستفاد منها جداً. ده حقيقي. أنا الحقيقة كنت يعني كنت عايز أنزل مصر إن أنا أحضر في وداعه، ولكن ظروفنا هنا ما سمحتش، بس لأن إحنا مسؤولين في كنيسة جديدة، و يعني ظروفنا صعبة شوية، لأن ما تعبين اشترينا كنيسة جديدة، فننقل في كنيسة جديدة، فصعب إن أنا أسيب الكنيسة أنزل. لكن الحقيقة يعني أنا كنت فعلا مصر إن أنا لازم أنزل وأحضر في وداع هذا الشخص العظيم اللي أجمع بين الأب أبرام، وأجمع بين المعلم إبراهيم الدوهري، وأيضا صديق عظيم للبابا كيرلس السادس. الحقيقة شكرك جدا يا أتصابونا، شكرا جزيلا على كلمات التعزية الرائعة دي. ومعانا أستاذ رضا، أهلا بيك يا أستاذ رضا. أهلا بيك. أنا رضا صبحي، مدير إدارة الرعاية الاجتماعية الأسبق في شركة أمون. أهلا بيك يا تفضل يا قضيت مع الأستاذ العملاق الدكتور ثروت بسيلي أحسن أيام حياتي كخادم في شركة أمون للأدوية. أنا كنت بعتبر نفسي خادم مكرس في الشركة، مش أخصائي اجتماعي في إدارة الرعاية الاجتماعية. احنا لما بنتكلم على شخصية عملاقة صعب ان الانسان يجمع بين ان يكون رجل اعمال وبمسلوب فيه تنافس شديد وتناحر شديد واثبات للعمل، وفي المقابل انسان خادم يخاف الله. وكلمة يخاف الله دي حاجة كبيرة قوي، وكان بيطبق الوصية حذافيرها. الدكتور ثروت كان في حاجتين أساسيتين يقودوه. أول حاجة هو يقدس العطاء وبسخاء، ويطبق الوصية بحذافيرها. والخدمة الأخرى هي تقديس يوم الرب. ممنوع اطلاقا اي حد يشتغل اي عمل في يوم الاحد. واعرف ان في واحد جوزي بانه فقد العمل لانه كان مشرف على اقامه المبنى او الفيلا بتاعته اللي في الساحل الشمالي، والعمال بيروحوا طول الاسبوع، والدكتور صرف بعد ما صلى بير مرمينا راح يشوفهم العمال شغالين، واستاء جدا الدكتور صرف من الموضوع ده. الحاجه الثانيه ان ورا كل قرار كان بياخده كان بيحس ان ربنا بيقوده فيه. اولا كان بيحتفظ
عربية قداسة البابا كيرلس في قلب الشركة، ينزل من عربيته الخاصة يتوجه مباشرة لأهل بركة عربية البابا كيرلس، وبعد كده حصل على عربية قداسة البابا شنودة في حياته، وكان بيتبارك بيهم هما الاثنين وعمل لهم زي مزار كده. لما يطلع الشركة لو عرض عليه أي عمل من الشركة ويخص إن أعمال الشركة والدواء تتعمل، أول حاجة يبصلها عمل ربنا. كان في مظاريف معينة كده لما يعرف إن دي من الرعاية الاجتماعية يروح فتحها وأول حاجة يبص فيها. يعني العمل الإنساني كان مهم بالنسبة لدكتور ثروت قبل حتى أعمال الشركة. ده فعلا يعني يمكن الأستاذ إدوار كان يتكلم من 3 أيام إن كان في حالة لعاملة إنتاج ليها ظروف معينة، فحول الموضوع لإدارة الرعاية الاجتماعية واتخذ قرار إنساني قبل ما يكون قرار إداري. هديك مثلا قدامي، أنا قدامي صور من تأشيرات كثيرة منه. كان في واحد عنده عامل خدمات ليه ابن عنده صدفية متقيحة من النوع النادر جدا والمزمن وتنتشر في أغلب أنحاء الجسم، وعلاجها حديثا بيكلف مبالغ طائلة جدا. عارفة التأشيرة بتاعته كانت إيه؟ يدهن من زيت نارينينا كل يوم لمدة 40 يوم. أما العلاج فيشترى على حسابنا ولا يسلم له إلا بالاستعمال. عارف حضرتك اللي حصل؟ الحالة دي اتعالجت بدهانها من زيت نارينينا المدة دي وشفيها ولم يحتاج للعلاج الطبي. فهنا إيمان عميق جدا باللي بيكتبوا ويقولوا. لما كنا بنحتاج لطلبات كتيرة بتيجي على الأعياد من كنائس ومن خدمات كثيرة، وكان بيبقى فيه ناس كتير بتتوافد على الشركة، فاتفقنا حفاظا على علمانية الشركة ان كل الناس تقابلني في احد الكنائس. وكان الناس بتتصل بالتليفون، وكان وقتها عندي بنتي في ثانوية عامة، فكان قال ايه مثلا حاجات العيد ارجو الصلاة من اجلها عشان ربنا يبعثها لمن يريد، ونحن علينا ان نوصل فقط لا غير. اما بركة هذا العمل وهذه الخدمة فسيحصل عليها اولادك كما فعل السيد الرب الاله القدير مع والده رحمه الله، والذي كان يقدم كل خدمة مستطاعة وفي كل وقت. ومع هذا، ومع أنه كان أفقر من كثيرين جدا ماديا، لكن السيد الرب الإله الذي لا ينسى تعب المحبة أراد عينيه أولادا في الخضوع وبطل له فيهم خدمته أضعافا مضاعفة كثيرة، وهو القادر على كل شيء. الحاجة اللي كان بيقولها كان مؤمن بيها طبعا، وكان ينفذها الأول قبل ما ينصح بيها أي حد. كان بينفذها، هو مؤمن بيها. كل الناس أجمعت، الموضوع مش موضوع عطاء، الموضوع القلب اللي ورا الإيد اللي بتدي، دي الحاجة المهمة في شخصية الدكتور ثروت. لما مثلا ما كانش بيبقى فيه سيولة في الشركة ومحتاجين مبالغ كبيرة، يروح موجه تأشيرة للمدير المالي يقول له تصرف أولا. وطبعا يعني المدير المالي ما عليه هو يشوف احتياجات، ما هو وراه مسؤولية مرتبات عاملين، ما وراه المكونات الإنتاج، الحاجات دي كلها. لكن إيمانه الكامل إن ربنا هيدي، إن ربنا هيدي. الحاجة الثانية إنه كان بيحترم جميع رجال الإكليروس،
وايضا كان يحترم جميع العاملين، ما فيش حد غير لما يقول له الاستاذ فلان، الدكتور فلان. ما رغم انه صاحب الشركه وصاحب المكان يعني. الانسانيه كانت رهيبه جدا، الانسانيه كانت رهيبه. احنا ما اخترناهوش، احنا ما اخترناهوش، ده شيء طبيعي ان هو يروح السماء وعمله يتبعه، وان الناس كلها اللي بتتحدث عن عمله بتحدث من قلبها. وده يكفي يعني، الكلام ده اتقال مش في حياته، لما اتقال بعد انتقاله من عمق القلب للناس، ده يدل على صدق. ده حقيقي. بشكرك جزيلا يا استاذ رضا. وممكن انا قلت في البدايه انه في ناس بسببها بيتمجد اسم الله. ده حقيقي دكتور ثروت، بسبب اعمال الخير والرحمه اللي كان بيتشبه فيها برب المجد يسوع الذي كان يقول يصنع خيرا، ناس كتيره جدا بتمجد اسم الله بسبب اعماله الحسنه. يمكن كمان عايزه اضم صوتي لصوت استاذ رضا لما بيقول انه كان بيحترم الجميع، والحقيقه كمان هو يعني علمنا النقطه دي لما كان يقول لنا انه الرموز لابد أن تحترم بألقابها، ما ينفعش نقول فلان الفلاني من غير لقبه، لازم نحترم الجميع. الجميع دول بقى عملوا أعمال جيدة أو غير جيدة، نقدم لهم الاحترام، والقضاء مثلا هو اللي يأخذ مجراه في النقطة دي. لكن كان يحثنا جميعا على أننا لازم نحترم كل الناس بغض النظر عن أفعالهم. فدي نقطة الحقيقة ما ننساهاش أبدا، دكتور ثروت قالها لنا. يمكن أضيف لحضرتك برضو، يمكن مش احترامنا لأفعالهم أو غيره، هو الدكتور ثروت بيتعامل بما يملكه من عايز أقول إيزا جنتلمان. هو كان جنتلمان إلى أقصى درجة، كان يحترم من الصغير إلى الكبير. يمكن لا يمكن زي ما قال الأستاذ رضا، إن هو عمري ما سمعت من الدكتور ثروت بينده أي حد باسمه مباشرة، سواء كان مديرا أو عاملا صغيرا، يا أستاذ فلان يا دكتور فلان. دكتور ثروت كان من الناس اللي بتحترم الشخصيات ويتعامل بمنتهى البساطة، وفي نفس الوقت كان بيتعامل باحترام كبير لكل شخص منهم. عشان كده الناس بدلته نفس الشعور، المحبة دي. ده حقيقي. انا مش عايز اقول لحضرتك ان في واقعة معروفة جدا وكلنا في امون نعرفها، يمكن في بداية سنة 2000 كان الشركة لسه بدايتها. احنا لما دكتور ثروت باع الشركة التانية، باع معظم مستحضرات فيها مع الى شركة جلاكسو، ما بقيش عندنا الا يمكن 12 تخط 15 مستحضر. فكنا بنبتدي من جديد، شركة فيها مصاريف، فيها ناس، نقل كل الناس الموظفين اللي فيها ومفيش واحد، وأصر أن الجميع اللي عملوا معاه ينتقلوا إلى الشركة الجديدة. كانت ظروفنا في الوقت ده صعبة، احنا عدد المستحضرات قليل، السيلز بيبقى قليل. فأنا فاكر كويس أنه عمل اجتماع موسع للمديرين ومديرين العموم، وتكلموا شرح الوضع كله بالظبط، وكان اضطر أن ياخد قرارات صعبة في ذلك الوقت، من ناحية ان هو قلل الحوافز، قلل الظروف، حاجات كتيرة كانت بتصرفها الشركة، كان ظروف صعبة، وهو كان له كل الحق. الرياكشن بتاع الناس شكله ازاي؟ التعاطف من الناس اللي حاسين ده بيتهم وده ابوهم. مش عايز اقول لحضرتك ان الموظفات والعاملات راحوا له المكتب، قلعوا الذهب اللي في ايديهم وقالوا له دكتور ثروت الذهب بتاعنا وبتاع ولادنا بنحطه لك على مكتبك، احنا مش عايزين حاجه، احنا عايزين الشركه دي تكمل زي ما هي، الشركه دي تستمر. هذه الواقعه لا تنسى. دكتور ثروت قال لهم لا، مش للدرجات دي، احنا بنعمل حاجه عشان كلنا مع بعض نعيش، عشان الشركه دي اللي اتحطت اساسها، اللي اساسها المحبه والسلام والتعايش ما بيننا وبين بعض، عشان نبص لقدام والشركه دي تكبر، لازم كلنا نساهم فيها. أنا مصدقة جدا حضرتك، لأنه يعني بما أني أنا بشتغل في مكان من أماكن كتير يملكها دكتور ثروت، أنا بحس فعلا بالروح دي. يعني كان الحقيقة واقع، كل اللي يشتغل في مكان من الأماكن دي بيحس بمشاعر مختلفة عن أي مكان تاني ممكن يكون اشتغل فيه، فده حقيقي جدا. بيحس إن ده بيته، ده مكانه، ودي كانت واقع الحقيقة أنا شخصيا ما انساهاش طول عمري.
يعني الحدث ده ما اعتقدش ممكن يتكرر في اي مكان اخر، ممكن يتكرر في اي شركه تانية. فكره الانتماء للمكان، ان المكان ده بتاعنا، ده بيتنا، ده اللي نحافظ عليه. والرياكشن بتاع الناس كان غير طبيعي، قد ايه بيحبوا الدكتور ثروت، لان هو اللي بدا الحب ده، صح، هو اللي عمل العيله الكبيره. يمكن في اول كلامي انا قلت انضميت لكتيبه امون عشان كنا صغيرين، لكن يمكن سنه 2000 او بعد ذلك الى ان دكتور ثروت قرر ان هو يعني يبيع الشركه او عرض عليه ان هو يشتريها مجموعه من الكونسورتيوم الجديد، اصبح لنا جيش قوامه اكتر من 2500 موظف. كل واحد من دول ليه حكايه مع الدكتور ثروت. اللي فاضل واللي غادر واللي انتقل، كل دول كل واحد منهم ليهم حكايه مع الدكتور ثروت. عشان كده الدكتور ثروت ما يتنسيش. يمكن عايز اقول لحضرتك اني حاجتين، يمكن بعد ما الدكتور ثروت باع الشركه، باعها هو في 6/12/2006، خلي بالك من التواريخ، هو توفى في 5/12. يعني في ربط، انا بربط ما بين التواريخ دي، يعني بالظبط بعد 11 سنه من تصرفه في الشركه. الواقعة الاولى يمكن انا بعدها يمكن بسنتين او حاجه انا ما توقفتش من زيارته، يمكن انا كملت بعد كده مع الاونر الجداد، لكن ظلت علاقتي مع الدكتور صارت مستمره، بزوره في مكتبه اللي جنبنا، بكلمه باستمرار. فكنت عنده مره بعد الظهر كده اهو، وبعد كده بنتكلم وبتاع، وهو كان من حب للشركه كان يسال عاملين ايه؟ الناس عامله ايه؟ البيع عامل ايه؟ اخبار الاصناف ايه؟ عشق، لان هو بنى كل الكلام ده في ايده. صح. كان اول تشغيله تطلع من اي مستحضر جديد كان يطلب من مدير الانتاج، انا عايز عدد معين من العلب، كلنا عارفينه طبعا، هذا العدد كان ياخده، ده باكوره الانتاج، يرشم عليه الصليب ويلفه بورقه ويكتب عليها التاريخ ويشيله عنده في الخزنه. دي البدايه، ده بعتبره دي الباكوره. فكان بيسالني الحقيقه يعني اخباركم ايه؟ فانا قلت له الحمد لله يا دكتور الشركه ماشيه كويس، انت اللي اسستها، الاصناف ماشيه كويس، الارقام بتتصاعد. فلقيته الحقيقه هز راسه كده اهو، واول مره المح في عينه الدموع. قال لي بص يا اشرف، انا النهارده بكلامك اللي انت بتقوله ده انا مبسوط جدا، انا ارتحت. فبقول له ليه يا دكتور؟ فقال لي انا بعت الشركه وربنا عطاني اكتر مما استحق من مال، وفي نفس الوقت انا النهارده مستريح ان انا بعت للناس شيء فخم جدا، شيء عظيم جدا، اطمنت عليكم، عرفت ان الشركه بتكبر، ان انا عطيتهم حاجه كبيره جدا، حاجه انا تعبت فيها لكن ربنا كملها. وكان في منتهى السعاده ان الشركه بتنمو وبتكبر. وقال الحقيقه العباره دي وهو يعني تعبيرات وشه الحقيقه انا لا انساها في اللحظه دي. وتعبيرات وش حضرتك عبرت حقيقي عن مشاعرك تجاه الموقف دي، يعني دكتور ثروت بالنسبه لي حاجه كبيره جدا جدا. الحاجه الثانيه اني احد الاونر الجداد للشركه وانا اذكره بالاسم النهارده الحقيقه، الاستاذ محمد يونس، احد صاحب واحد من مجموعه من اللي شاركوا في شراء الشركه. جه سنه 2008 وعرض على الدكتور ثروت وقال له ان انا من حبنا ليك وعرفانا ليك احنا هنعمل لك تمثال نصفي هنحطه في مدخل الشركه. ده اللي حضرتك وريتني صورته؟ الصوره بتاعته اهي. دكتور ثروت الحقيقه في البدايه ما كانش حابب، لان ده الدكتور ثروت اللي ما يحبش في اي وقت ان الناس تذكره بالكلام او تعبر عنه. لكن بعد رحيله وبعد نياحته الحقيقه الناس لازم تعرف التواضع من عنده شكله ازاي. هنشوف الصوره دلوقتي اهي باينه قدامنا على الشاشه. التواضع ننزلها تحت شويه، ايوه كده تمام. التواضع الـ 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 الميزه الكبيره العظيمه اللي بتشمل كل صفات الدكتور ثروت. لكن مع اصرار الاستاذ محمد يونس الحقيقه عمل التمثال
وكان في احتفال بسيط جدا اتعمل وحضر الدكتور ثروت. يمكن في بعض الصور اللي حضرتك عرضتيها. جميل فكرة انه يكون الشخص مؤثر لدرجة انه دي الصورة بتاعت ازاحة التمثال بتاعت الدكتور ثروت، ده يوم الاحتفال اللي حضرتك قلت عليه بالظبط كده. وفي يوم الاحتفال ده الحقيقة انا يعني كان عندي مشاعر كبيرة جدا، لان انا سبت الدكتور ثروت ورحت شركة تانية، لكن مشاعري وانا القيت الحقيقة يوميها قصيدة، يعني لو تسمحي لي ان انا طبعا اتفضل انا اخد الصوره اعرضها للمشاهدين وحضرتك تقول لنا القصيده. لو تسمحي لي ان انا اقولها مره ثانيه، لان احنا ممكن نشوف الصور بتاعه الاحتفال دي معانا على الشاشه، لان دي بتعبر عن رحله طويله للدكتور ثروت. اتفضل يا فندم. طبعا هي قلت له في اليوم ده جيل ورا جيل ومدرسه باسيلي مفتوحه من اسوان لحد العبور، فروعها ممدودة، سنين بتمر وأجيال بتتعلم، ولكن التربية فوق العلم مرفوعة. من أول روى دي إحدى الشركات اللي بدأت مع الدكتور ثروت وزالت مستمرة معانا لغاية النهاردة، من أول روى لحد كارمن مركب سيرة وقلوعها مفرودة، والمراكبي أقصد أقول قائدها ماسك دفتها وإيده عليها مقبوضة، ريس وفارس وسيد قراره، لكن دايما خطواته محسوبة، حقيقي قاسي وباتر في توجيهه، ودايما إيده الحنية بالخير على طول ممدودة. يا سد يا عالي في حمايته، تجري المشاكل بين إيديك محلولة. أقول لكم إيه لما يسرح بذهنه؟ يرجع بالفكرة كأنها قنبلة موقوتة، نظرة العين دي منه إشارة تطلع الغلطة ولو في الصرة مكنونة. اسألوني أنا عنها يا مشاور، على حرف في كلمة قدام الكل مبصورة، خبرة سنين وأساس متين، وفي تعليمه كلماته واضحة ومفهومة، يحاور يناور يحاجج ويقول الملحوظة، وفي الحق دايما كلمته مسموعة. شرفت يا دكتور ثروت بعلمك وبفكرك كل مكانة، وأيديك البيضة في كل الكون محسوسة، تواضعك قدام الكل علامة ودرس وعظة لكل نفس مغرورة. تكريمك النهاردة ده تكريم لينا، وجوه اسمك احنا برضو أسامينا محفورة، جمعتنا الأيام ولا فرقتنا هنفضل بالوفاء، نفوسنا إليك مديونة. كان آخر بيت أنا غيرته وحولته إلى شكرا ليك يا دكتور ثروت على محبة الأيام، فاسمك على صدورنا أعظم نشان. أنا بشكرك جزيلا دكتور أشرف، وأنا ملاحظة علامات التأثر على حضرتك، وأنا عارفة ومتأكدة أنه يعني وجود دكتور ثروت في حياة حضرتك زي ما هو أثر كمان في ناس كتير. أكيد. واحنا مبسوطين بوجودكم معانا، مش بس عشان احنا بنعرف جوانب كتير في حياه دكتور ثروت باسيلي، لكن كمان علشان ده يخلينا نتعزى ونعرف قد ايه احنا كان معانا شخص عظيم، رجل بمعنى الكلمه، شخص فعلا استطاع انه يخلي كل الناس تجتمع عليه. انا بشكر وجودك معانا النهارده. انا اشكرك واشكر ان انت اعطيتوني الفرصه دي، رغم اني الكلام الحقيقه لا يوفي الدكتور ثروت حقه، لكن لا اقدر اقوله في الاخر نياحا لروحه. أمين. طاهره. امين. عزائي لأسرته الصغيرة أو عائلته الصغيرة من أستاذ إيليا وأستاذ جورج وأستاذ نيفين وأستاذ منى، ومعاهم وقبل الكل الأم الفاضلة مدام إزيس، ليها كل الإعزاز وليها كل التحية، وربنا يصبرها ويصبرنا جميعا. وأيضا عزائي لكل أبنائه، كل تلاميذه، كل الناس اللي قربت منه وتعاملت معاه في مصر وجوه مصر. دكتور ثروت لا تتخيلي
له أبناء في كل أنحاء العالم. طبعا ده حقيقي. مش الناس اللي عرفوه، لا، الناس اللي اتلمزت على ايديه، محاسبين ومهندسين وصيادلة، كلهم كان تجمعنا بيهم علاقة، كلنا حوالين الدكتور ثروت وحدة واحدة. ده حقيقي. شكرك جزيلا دكتور أشرف حبشي، مدير الاستيراد بشركة أمون، شرفتنا ونورتنا يا فندم. مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل مع الأستاذة مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، خليكم معنا. حضراتكم معنا مرة تانية، وحينما نتحدث عن دكتور ثروت باسيلي، هذا الأب والمعلم والأرخن والخادم والصيدلي ورجل الأعمال والسياسي وأشياء أخرى كثيرة، فنحن نتحدث عن شخصية استثنائية، شخصية أثرت في كثيرين، يمكن زي ما حضراتكم شفتوا في اللقاء السابق ولقاءات أخرى كثيرة، علمت الناس معنى التواضع في نفس الوقت الحكمة، علمت الناس معنى أنك تكون شخص محب وفي نفس الوقت أنت شخص حازم، كان عنده حكمة يقدر بيها أنه يكسب كل المحيطين به ويعلمهم، وفي نفس الوقت كان عنده من الهيبة
والقوة اللي يخليه أنه يقدر يخلي يضع نفسه في مكانة متقدمة جدا ما بين رجال الأعمال في مصر. رجل وطني من طراز فريد جدا، مواقفه الحقيقة بتشهد عنه. ناس كتير قوي بتستخدم في الأونة الأخيرة الحنجرة تتكلم وتدلي بالكثير من التصريحات عن مواقف معينة، ولكن أعمال صفر. لكن الحقيقة دكتور ثروت باسيلي كان رجل أعمال، كان طول الوقت بيشتغل حتى لو لم يعلن عما كان يقوم به، لكن في كثير من الأوقات وقف جنب بلده، وقف جنب الكنيسة، وقف جنب أبنائه في كل مكان. مواقفه الحقيقة كانت بتسبقه. مازال لدينا الكثير نتحدث عنه، عن شخصية عظيمة وفريدة، شخصية دكتور ثروت باسيلي. بيسعدنا وشرفنا يكون معانا في الفقرة دي الأستاذة مارجريت عزر، عضو مجلس النواب. أهلاً بك. اهلا بحضرتك معانا استاذة مارجريت. يمكن احنا واحنا بنتكلم عن دكتور ثروت احنا بنتكلم عن شخصية مختلفة، لانه مش بس رجل عطاء ومحبة، لكن هو كمان نجح انه يكون رائد في مجالات تانية. يعني نجح انه يكون سياسي مخضرم، نجح انه يكون اقتصادي عظيم، نجح انه يكون رجل وطني من طراز فريد، نجح انه يكون خادم معروف والناس تحب تتكلم معاه وتقعد معاه وتتتلمذ على ايده، نجح في اشياء كثيرة جدا. شفتي ازاي دكتور ثروت باسيلي؟ دي حقيقة، وكل اللي انت قلتيه ده من الصعب جدا جدا انه يجتمع في شخصيه واحده. ده حقيقي، انك تبقي رجل اعمال وتبقي سياسيه مخضرمه وتبقي خادمه. يعني انا بشوف في ثروت باسيلي شخصيه نادره. يعني انا شخصيا طول عمري اشوفه قدوه، قيمه وقامه حقيقه. لاول مره تجدي انه الشخص كل ما يكون في مكان يخدم كل اللي حواليه، وربنا يعوض تعبه. يعني هو مش منتظر حاجة، لكن ربنا هو اللي بيعوض تعبه. يعني أنا شفت ثروت باسيلي كسياسي أولا لما كان في مجلس الشورى، وشفته قد إيه من خلال موقعه بيخدم كل اللي حواليه وبيخدم كنيسته. يعني في الحقيقة ثروت باسيلي في كل موقع كان موجود فيه كان بيخدم وطنه وكنيسته. ودي يعني انا شايفه انها كانت من الشخصيات الفريده. يعني شوفي انه اول واحد، مش اول واحد، يعني من الاوائل اللي ابتدوا يدخلوا صناعه الادويه. وصناعه الادويه هي في الحقيقه لما تيجي تنظري لها مش تجاره وناجحه او صناعه، لا دي امن قومي. الدواء في مصر امن قومي طبعا طبعا. فقد ايه كان عنده الوعي انه يخدم بلده بهذه الصناعه. كان ناجحه جدا. يعني شركه امون كنا كلنا اول ما نشوف علبه امون نثق ان الدواء يعني بتاخديه بثقه، وده من خلال ثقتنا في ثروت باسيلي. ثروت باسيلي لو ما عملش حاجه خالص، عمل حاجه في الحقيقه مفيش بيت في مصر مش هيذكرها له. دخل الكنيسة جوه البيت، خلى كل واحد في الأسرة في الحقيقة. ودي أنا دايما لما كان دايما ستي في تقول لك الكنيسة في بيتك، كنت دايما تيجي صورته في وشي على طول. قد إيه الراجل ده في الحقيقة دخل في كل مكان اسم ربنا. يعني خلاك اللي مش قادر ينزل الكنيسة بيبقى موجود في الكنيسة. خلى بيوتنا على طول فتح القداسات والعظات، وكل أحداث الكنيسة متواصلة معاكي. ده لو ما عملش أي حاجة في الحقيقة وعمل ده، أنا بعتبر إنه حاجة قوية جدا. زائد بقى الحاجة اللي أنا لمستها، يعني إن إيليا باسيلي من الناس الرائعة حقيقي. خلق، قامة، قيمة، كلنا بنحترمه في المجلس. عايز اقول لك انا ليه دموعي نزلت، لاني في الحقيقه كان املي في يوم من الايام وانا طفله صغيره، كانت جدتي الصغيره ما بتقدرش تنزل الكنيسه، وكانت نفسها يعني تروح القداس فلما اتنقلت الكنيسه جوه البيت اصبح في الحقيقه، يمكن انا شايفه ان ده اكبر انجاز ممكن حد يعمله، ان الناس الكبار في السن والاطفال في بيوتنا
انهم يعني يطلعوا جوه بيوتنا الكنيسه. كلمه ربنا لما بتبقى جوه البيت والاطفال بيتعودوا عليها كمان بتبقى ارتباط روحي داخل البيت. تاني حاجة، أنا طبعا من خلال معاشرتي بإيليا باسيلي، وأنا بعتبر أن ربنا الوزنات الحقيقية للإنسان بيتحاسب عليها تربية أولاده. ده حقيقي. أنا بس أذنك هنكمل كلامنا، لكن معانا الأستاذ أحمد محمد سيد طنطاوي نجل شيخ الأزهر الراحل. أهلا بيك يا أستاذ أحمد. أهلا وسهلا، وإحنا بنعزي أنفسنا وبنعزي الإستقلالية وبنعزي جميع إخواننا والبقاء لله سبحانه من له الدوام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته إن شاء الله. يا رب. أستاذ أحمد، يعني دكتور ثروت رجل كان رجل وطني من تراث فريد ورجل سياسي مخضرم، والحقيقة أنه ما كانش بيميز ما بين أبناء الوطن الواحد. لو اتكلمنا عن النقطة دي، هل في مواقف معينة حضرتك حضرتها لدكتور ثروت تعاملت فيها معاه بشكل شخصي أو والد حضرتك؟ طبعا يعني كان دبعت الإفطار اللي كان بيعملها سيادته في رمضان، بعد ان انا كنت قابلته الدكتور ثروت الله يرحمه في مناسبات كتير، في شركه الادويه، في شركه امون، وتقابلت معه شخصيا، وهو كان اب حنون وطيب جدا، وربنا يرحمه يا رب رحمه واسعه باذن الله. يا رب. أنا بشكرك جزيلا أستاذ أحمد محمد سيد طنطاوي نجل شيخ الأزهر الراحل. أستاذة مارجريت، يعني إحنا بقى يعني من ساعة ما بدأنا هذه التغطية وإحنا بنسمع كم تليفونات من الناس سواء مسيحيين أو مسلمين، الناس كلها بتتكلم عن إزاي دكتور ثروت باسيلي كان رجل فاضل ورجل بيعاملهم معاملة يعني معاملة رائعة، لدرجة أنه أنا لسه كنت بقول لدكتور أشرف في الفقرة اللي قبل حضرتك أنه أنا امبارح شفت دكتور هو ما يعرفوش، هو مجرد أنه كان بيقلب في القناة وشاف صورة دكتور ثروت وكلام الناس عن دكتور ثروت، قال لي ده فكرني بوالدي الله يرحمه، من فضلك بلغي تعزية لأبنائه والأسرته. ازاي الانسان يوصل للمرحله دي، مرحله انه يكون مؤثر قوي كده في اللي يشوفه واللي يعرفه او ما يعرفوش؟ لما يطبق كلام الانجيل بحذافيره، فثروت باسيلي كان من الناس الايمان عمل مش ايمان كلام. ثروت باسيلي كان بيمثل المسيحيه الحقيقيه في تواضعها، في محبتها، في تقديم العطاء للاخر، كان بيطبق كلام الإنجيل، فأصبح أيقونة، وهي دي حقيقة. يعني أنت كل ما تخش الكاتدرائية وأنت داخلة الكاتدرائية على طول تبقي عارفة أن ثروت باسيلي جزء من هذا التكوين. ده حقيقة، سنوات طويلة. ده حقيقة، لما تخش المبنى ده تحسي أن ثروت باسيلي هو روحه، تحسي أنك عاشرتي هذا الرجل وبتفخري أن أنت تعرفيه، صح، او ان انت بتشاركي في عمل هو عمله، صح. وزي ما قلت لحضرتك ان الانسان بيحاسب على وزناته اللي هي اولاده. وانا شايفه من خلال تجربتي، وانا دايما بقعد مع ايليا بيه على البنج، هي جت كده ان احنا من اول المجلس لغايه النهارده بنقعد مع بعض على البنج بقى. عايزه اقول لك، مش انا، مسلمين ومسيحيين بيتكلموا على اخلاق الدكتور إيليا وتواضعه واحترامه للآخر، وعايزة أقول لك من ساعة ما سمعوا العزاء وكل ساعة يجونا تليفون إمتى ده الراجل ده، ويقعدوا يتكلموا عليه. وأكيد يعني اللي يعرف والده طبعا يقعد، لأن في مننا قدام كان في الشورى وكان في الشعب وكده فيعرف الدكتور ثروت، وفي مننا في منهم اللي ما يعرفش الدكتور ثروت، لكن دايما شايفين في ابنه في صورة الدكتور إيليا في ان ابوه ده لازم يكون شخصية عظيمة جدا، انها جابت هذا الرجل المتواضع المثقف الرائع العطاء. يعني إيليا حتى في 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 لجنة الصحة تحسي انه بيشارك بجد
بدون النظر إلى أي مكان، دون النظر ولا التزاحم في أي شيء. شخصية متزنة، شخصية عاقلة جدا، فهم هي بتقول إيه، وعارفة كويس قوي حدودها، عارفة إزاي تتعامل مع الآخر. فالكل شايف إن هذا الرجل العظيم لابد أن ينجب هذا الشخص الهادي المتواضع الذكي المثقف اللي بيستطيع إنه يوظف الكلمات في مكانها حقيقة. والحقيقة هم يعني كأسرة دكتور ثروت وأبنائه تعلموا فكرة إنه مش لازم علشان نكون متميزين نكون في المتكئات الأولى حقيقة. أو نبان قدام الكاميرات أو طول الوقت نبقى في الصدارة حقيقة. لكن أعمالهم هي اللي بتجعلهم في الصدارة الحقيقة. يعني هقولك مثلا في قانون بناء الكنائس، كنا بنتجمع كل النواب الأقباط ونتكلم في القانون، كلنا بنتناقش يعني إيهاب منصور، ثروت بخيت، أنا، منوني، عدد كبير من النواب، وقد إيه كلنا كنا بنفاضل، يعني كل واحد فينا كان بيقول معلومة يقول للتاني قوم أنت قولها يعني كان إليا بالشكل ده يعني لما نيجي نتكلم لا اتفضل أنت، يعني تكريما ليه لأنه هو شخصية محترمة جدا، فأبدا كان بيأسر على نفسه لا فلان يقولها فلان يقولها. الروح دي مش هتلاقيها مع أي حد، إنك تقدم الآخر، تقدم الآخر. أنا شايفة إن الرب الأب أو رب الأسرة، المربي هذا، المربي الفاضل اللي إحنا كلنا بنتخذ قدوة لينا، في الحقيقة قدر يقدم لنا أولاد أو استنساخ منه في الحقيقة بنفس القيمة والقامة. وده برضو عمل تاني لا يمكن، إن لأن فعلا فعلا إنك تجيبي ذرية صالحة ده من أهم يعني من أهم الأعمال اللي ممكن أي إنسان يعملها، ده حقيقي. إنه يربي جيل كويس. كنت بسمع من ناس بسيطة قوي ممكن يكونوا في المنيا أو في أسيوط أو في بني سويف، ستات الحلوة البسيطة اللي تقول لأولادها يبلغوني، أبلغ أسرة الدكتور ثروت بسيلي إنه قولوا لأولاده شكرا عشان هو خلانا زي ما قلت حضرتك في البداية كده نشوف القداس ونشوف أبونا بيعمل إيه جوه الهيكل ونشوف الكنيسة بتعمل إيه ونشوف قداسة البابا ونسمع كلمة قداسة البابا ونشوف الكهنة الحلوين اللي بيطلعوا عندكم. فأنا يعني رسالة حضراتكم وصلت، أنا هبلغها لأبناء دكتور ثروت وببلغها الحقيقة لكل واحد محب الدكتور ثروت، وقد ايه لازم الراجل ده ياخد فعلا التكريم اللائق بيه بانه زي ما عمل حاجات كتير حلوه قوي في حياته وما كانش بيسمح انه حد يتكلم عنها، لا لازم وجه الوقت اللي الناس تتكلم، وقت ان احنا نتكلم عنها. صدقيني الفكره نفسها انا اسراني يعني يعني انا عايزه اقول لك طبعا هي اول قناه مسيحيه بعد اغابي لا بس كان ليها، حتى اغابي بقى موجوده وكل حاجه، بس كان ليها صدى لانها اتنوعت، ولدت كبيره على راي قداسه البابا شنوده الثالث بالظبط. ويمكن علاقته بقداسه البابا كانت دايما تميز القناه، لانه القناه دايما كانت بتجيب احاديث دائما للبابا وعظات البابا على الشعار. طول الشعار ربنا موجود، ربنا موجود. هو شخصيه بركه، قدر يحسسنا احنا كمان ان بركه ربنا هي اللي دايما في المقدمه. يعني انا كنت بشوف احنا عندنا يعني من المسيحيين الاثرياء كثيرين، لكن ما فعله ثروت بسيلي مختلف، يعني مختلف تماما. يعني انك انت تقدمي بركه ربنا الاول قبل اي شيء، يعني في الكثير من عندنا بيساهموا في كنايس بيساهموا، انما انا شايفه ان ثروت بسيلي عمل اشياء هتظل في قلوب الناس ومؤثره. يعني عايزه اقول لك مؤثره في الحياه الروحيه وفي الحياه العمليه. يعني انا اشوف ان ثروت بسيلي قدوه لينا كلنا، ان الانسان لو نجح في عمل لا ينفصل عن وجود الله في حياته،
ما ينفعش ابدا ان انا اكون سياسيه وما اكونش خادمه. ده حقيقي، ما اخدش جانب واحد واسيب الباقي، ما اخدش جانب واحد انجح فيه. لكن بركه ربنا هي اللي بتتقدم عن كل شيء، لان ربنا كان في الحقيقه ان الراجل ده كل ما كان يحط ايده في حاجه كانت بركه ربنا هي اللي بتبارك فيها. ده حقيقي، وهو كان بيكسر من ده لانه حاسس بده. احنا معانا على التليفون استاذ نادر رياض، رجل الاعمال المعروف. اهلا بيك يا فندم. الو. ايوه فندم، اهلا. اهلا بحضرتك معانا، اتفضل يا فندم. اتفضل يا استاذ نادر. الحقيقه اتكلم دلوقتي؟ اه اتفضل يا فندم، حضرتك على الهواء. اه الاشخاص الجميله. الحقيقه الدكتور صلاح البشيري من التقائي بي ومعشرته الرفيقة في فترة من أهم فترات نضجه الفني والصناعي والفكري، كهرباء الصناعة من طرد أول، أقدر أقول إن تحلى في جميع مراحل حياته بالإيمان المسيحي والأخلاق المسيحية، وكان قلبه وذراعيه ويديه مفتوحتان على الدوام لكل من يستجيز به ويكون صاحب حاجة أو احتياج. ده حقيقي. كان له فقد الفكر الصناعي الراقي الذي نهض بمؤسسته إبانا كان صغيرة إلى أن صارت عالمية وتخطف الأبصار بإمكانياتها، بحيث تم شراؤها أكثر من مرة من شركات عالمية رأتها المثلى في الاستثمار في مصر. هذا الرجل كما علمته كان يجمع بين الذكاء على عالي المستوى والقدرة على التنمية ورؤية الإنسان البسيط الضعيف المتواضع. فهو نهض بمجتمع انصنع وأوصله لمرحلة الكفاية والعدل. هل كان في مواقف بتجمع مثل صار البشيري؟ أنهم اختطفوا في قمة نجاح. يعني كما لو كان الشجرة إذا أثمرت أفضل ما عندها فإنها تدبل وتزول. أستاذ نادر، هل في موقف معين حضرتك تحب تحكيه لنا جمع ما بين حضرتك وما بين دكتور ثروت؟ الحقيقة كنت تعرضت في مرحلة لخيانة كبرى من بعض المتحالفين معي في الشركة أو الشركاء. ولأن الإنسان بيرى الآخرين بمنظره هو وقيس على نفسه من إخلاص وصفاء واتفاق فوق الماديات، فكانت الصدمة كبيرة. إن أنا أباع بمبلغ مادي أنا أرى زهيد ضخامه الطمع. فكان أمامي صار البشيري في جانب من هذه المحنة، وكانت مواساته لي من ان الهادم نازل والباني طالع، واذا كانت قبل في مرحله فان اتجاهاتكم اتجاهات سيما المتضاده لن تجمعهما مره اخرى. وان ما فيش واحد راكب حصان ما وقعش مره، وما فيش حصان مهما كان قوي ما اتكعبلش مره. صح. وقال لي ما انت تتكلم عن ربنا ما هو بيدبر الاحوال، واسال نفسك هو جمعك قرار ازاي الا عشان تتعلم درس، دور على دي. فتعلمت منه ان الازمات التي نمر بها هي دروس يجب ان نستفيد منها. طبعا تسليم. انها لم تحدث لها طبقة وانما نتعلم درس. فكان عظيما كشخص، عظيما كهامة، عظيما في موضع الاختلاف، وعظيما في موضع التسامح،
كان عظيما كمعلم، عظيما كوالد، وعظيما كصديق. ده حقيقي. وداعا صدر بشيري، فالزمان لم يجوز علينا بمثلك. اشكرك استاذ نادر رياض، رجل الاعمال المعروف. والحقيقه انه كلام استاذ نادر بيخلينا ناخد اتجاه تاني في الحديث، فكره اني اكون سند ومعونه وظهر لناس كتير، يعني يمكن يكون منافسين ليا في السوق، ممكن يكونوا ناس عاديين يمكن حتى ما اعرفهمش. ناس كتير قوي كانت بتبعت تقول لنا ان دكتور ثروت وقف معايا في مشكله معينه انا ما كنتش لاقي حد يقف معايا فيها. دكتور ثروت قام بحل مشكله كبيره كانت بتواجهني سواء ماديه او اجتماعيه، وهو اصلا ما شافنيش وما يعرفنيش. فكره العطاء المتواصل طول الوقت بدون بخل على اللي اعرفه واللي ما اعرفوش، دي حاجة أنا شايفة إنها في وسط العالم المحيط حوالين حاجة صعبة جدا. لا، هو لا يبخل بالمعرفة بالمساعدة سواء العينية أو يعني أو المادية، لأنه راجل زي ما قلت لك في الأول، نجاح ثروت بسيلي لأنه بيسلك سلوك الإنجيل، بيسلك سلوك كلام الله، فهو إنسان متواضع بسيط ناجح. حياة التسليم اللي اتكلم عليها نادر رياض، يعني هو بيكلمه بيقول سيبها على ربنا. حياة التسليم في حد ذاتها بتدي لينا سلام داخلي، بتدي لينا اطمئنانة ان ربنا هو، فما عندوش حتة اني اخاف ان حد ينافسني. انا بدي جزء من اللي ربنا مديهولي عشان ربنا بيدخل لي الأشياء كثيرة. وأنا أعتقد إن ثروت كان من الناس اللي عندها يقين إن كثرة العطاء تزيد بركة، كثرة البركة. يعني وده يعني لو أنت تتبعتي خطواته وكان بيعمل إيه، وسواء في صناعة الأدوية، سواء في مساهمته في حاجات كتيرة جدا في قضايا لم تعلن ولن يعلن على يعني، أو إذا كان يعني ربنا يريد أنها تتكتب في أعماله يعني والناس تعرفها. يعني أنا واحدة من الناس أعرف أنه كان بيعمل حاجات كتيرة جدا في القضايا، وبيساعد في حاجات ومشاكل بتتحل كبيرة جدا على المستوى العام والأكبر، ومحدش كان يعرف عنها حاجة وعمره ما أعلن عنها. ده لأنه عنده إيمان داخلي إن كثرة العطاء لربنا، إن ربنا هو اللي اداني ده كله يعني. يعني ثروت بسيلي بدأ من الصفر كرجل أعمال، بدأ من الصفر، ما هوش يعني وارث ولا يعني، لكن الراجل بدأ من الصفر من أجزة خانة صغيرة وربنا بارك له فيها، فقدر يحس بحياة البركة، حياة البركة، وإن ربنا هو اللي يعني. لاني خلينا نبقى صادقين، ممكن حضرتك تبقي أذكى مني بكتير وأفضل مني بكتير وتعملي مشروع أكبر وأنا أعمل مشروع صغير وربنا يبارك لي فيه قوي، ولأني عندي عطاء أكبر أو فربنا يبارك فيه قوي، فتطلع يعني عارفة الخميرة لما فربنا بيزود ده. فهو كان حاسس بده الحقيقة. ثروت بسيلي من الناس اللي كانت حاسة بركة ربنا قوي، فكانت بتكسر من العطاء وكانت بتكسر من الأعمال اللي تخلد اسم ربنا أولا، فكانت بتعود على التعود يعني بتعود عليه هو بال 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 ب ب زي ما احنا بنتكلم عليه كده. يعني يمكن كل واحد فينا، يعني أنا واحدة من الناس بتعامل مع ثروت بسيلي مش بمنفعة، يعني أنا ما تعينتش عنده أو ما خدتش حاجة أو ما طلبتش تعيين، لكن هذا الرجل كان قدوة بالنسبة لي في البركة اللي أنا شايفاها، في خدمته المخفية، في إخلاصه حتى. يعني عايزة أقول لحضرتك كمان، وإحنا بنتكلم في العمل السياسي، يمكن العمل السياسي يختلف، تجدي ان كل من عاشر ثروت بسيلي بيتكلم عليه انه رجل وطني ورجل كان يقف في المواقف الصعبه ويحلها بهدوء بدون اي شو. يعني انا يعني كثيرا من السياسيين بيعملوا الشغل وما بيعملوش شغل، يعني
يعني انا ممكن افرقع قضيه واشتغل فيها اعلاميا بالزبط. لكن على الارض لا ما بعملش حاجه. ثروت باسيلي كان في الحقيقه بيخدم الكنيسه وبيخدم وطنه دون ما يعلن يعني هو عليه. كان يروح يقابل مسؤولين بالزبط. ويعرض مشاكل وقضايا ويحلها من غير ما يقول وكان على فكره كان بيحل كمان مشاكل اقتصاديه للدوله. يعني مساهمته في صناعه الدواء انا بعتبر انها من الصناعات زي ما قلت لحضرتك امن قومي في الحقيقه. ويمكن ثروت باسيلي صناعه الدواء كانت بالنسبه له كان صناعه وطنيه. يعني شركه امون من الشركات اللي قدرت تحافظ على جوده صناعه الادويه في مصر. ده حقيقي. لو كنا بنتكلم عن الرجل الوطني فاحنا تحدثنا عن رجل اعمال وليس رجل كلام. لو كنا بنتكلم عن رجل اقتصادي فاحنا اتكلمنا عن اقتصاد عظيم اسسه دكتور ثروت باسيلي. لو هنتكلم على فكره الثمر اللي حاول ان هو يجنيه في مجالات اخرى زي مثلا الخدمه، زي مثلا العطاء، زي مثلا مشاركه في بناء مجموعه من الكنائس او غيرها او غيرها، حضرتك لمستي ده ازاي في دكتور ثروت باسيلي؟ زي ما قلت لك يعني انا لما بخش الكاتدرائيه بشوف ثروت باسيلي قبل اي حد. في كتير جدا بيشاركوا وفي كتير جدا وانا وانت كل المسيحيين عارفين ان في كتير جدا من رجال الاعمال بتشارك. لكن ثروت باسيلي في الحقيقه كان ليه لمسات واضحه جدا جدا في العطاء. ادي حاجه. لما بخش هنا الصرح العظيم اللي في المكان ده احنا كلنا بنجيب حب. شوفي الطريق صعب جدا لكن كلنا بنجيب حب شديد جدا لاننا متمسكين بالقنابل. يعني انا عايزه اقول لك ويمكن في الاعداد عارفين في اي وقت في اي وقت ده حقيقي بطلب بامانه ده حقيقي. لو عندي اي حاجه بلغيها وجهي وشهاده حق يعني حضرتك وشخصيات تانية كتيره جدا. ولما يجوا لنا الاستوديو يقولوا لنا لا احنا ما نقدرش نقول لقناه لا. دكتور ثروت باسيلي لا لا بحقيقه فدي شهاده الحقيقة. لا يعني ما اقدرش اقول بامانه وفي برامج بلغيها بيبقى بنفس نفس الميعاد واجي هنا لاني انا بحس كمان انه عمل لي بيت بعمل لي بيت تاني. يعني باجي وانا قاعده بحس ان انا في بيتي بكلم اهلي. عارفه قد ايه كمان الاسر المسيحيه متعلقه بهذه القناه. ده حقيقي. وعايزه اقول لك قد ايه ربط الخارج بينا. يعني انا لما بروح فرنسا بلاقيهم بيسمعوا سي تي في، لما بروح امريكا بلاقيهم بيسمعوا سي تي في، اهلي بره في امريكا في فرنسا في هولندا بيكلموني على سي تي في، في سي تي في قالت كذا، عملتوا كذا، البرنامج كذا، احنا عارفين الاخبار واخبار صادقه. يعني سي تي في خدت فعلا هذه القناه اللي اسسها هذا الرجل لانه في بالتاكيد الراجل ده حط روحه فيها. يعني طبعا الانضباط، احترام المشاهد، مصداقيه الخبر، كمان المجموعه اللي فيها كلها تحسي ان انت قاعده مع نموذج مثقف فاهم هو بيقول ايه، حريص جدا على ادائه الوطني مش الطائفي. يعني فانت في الحقيقه بتحترمي هذا العمل وبتقدريه جدا. انا بقدره جدا جدا وما في مره انطلبت الا ما اسيب كل حاجه واجي. ليه؟ لاني حاسه ان انا جايه مكاني. تاني حاجه شكل الكنيسه وانت داخله في الحقيقه وقد ايه المكان كان محتاج ده. ده حقيقي. يعني قد ايه الحي والمكان محتاج لكنيسه زي دي. عايزه اقول لك لما بخش كمان وبشوف الاطفال الموجودين بقول كل طفل من دول حتى لو ما يعرفش ثروت باسيلي، حتى لو ما يعرفش ثروت باسيلي لكن قدام ربنا شهاده عظيمه جدا لثروت باسيلي. واحنا داخلين المكان من كام يوم ففي ست طيبه قوي كانت داخله الكنيسه، فهي داخله بتقول ربنا يبارك له دكتور ثروت باسيلي اللي خلانا مكان نعرف نيجي نصلي فيه ونحضر فيه قداسات ونحضر فيه. الكلام ده قبل نياحته.
فبلغوه ان انا بسلم عليه نفسي اشوفه. حقيقة. فقد ايه الناس البسيطه اللي يمكن حتى ممكن ما تكونش عارفه شكل دكتور ثروت ايه، لكن هي عارفه انه الرجل ده ليه الفضل الاكبر في وجود مكان يقدروا ان هم يروحوا يصلوا فيه، وجود صرح اعلامي عظيم. صحيح. انا بشكره انه عمله، لانه الحقيقه من خلال الصرح ده مش بس قدرت الكنيسه تدخل كل بيت، لكن كمان الناس بقى عندها وعي وادراك بامور تانية كتير، يمكن قنوات أخرى بمفاهيم أخرى بسياسات أخرى ما تكونش أمينة وصادقة في توصيل المعلومة. زي ما قلت لك الناس بتثق في سي تي في خارجين وداخلين. تاني حاجة يعني عارفة إن مكان زي ده يبقى فيه كنيسة، أنت بتحافظي على الإيمان المسيحي، لأن مدارس الأحد بالنسبة لأولادنا، أنا دايما أقول كده إن مدارس الأحد بالنسبة لأولادنا هي فعلا في الحقيقة اللي حافظت على الإيمان المسيحي، لأنك لما يعني لما بتدي الأطفال يعني زي التعليم في الصغر زي النقش على الحجر، اللي انت بتتعلميه وانت صغيرة مش ممكن تنسيه. صح. والترابط الكنسي والوجود يعني أنا بحس ان هو ده اللي مخلي المسيحيين في مصر يعني عائليا كمان مرتبطين، يعني حاسة ان مدارس الأحد وإن كنيسة زي دي بتخدم شبابنا وعامله لهم نادي وقد ايه موجودين فيه لا ده في حد ذاته بدون ما نتكلم على ثروت باسيلي، ده عند ربنا حاجة كبيرة جدا جدا جدا، انه يعني صلة الولاد بربنا ممتدة بسببه. عايزة أقول لحك ملحوظة، لكن هناخد التليفون ده معانا أستاذ أشرف عجيب منسق مكتب رعاية الشهداء والمصابين بالكاتدرائية. أهلا بيك يا أستاذ أشرف. ألو. أيوة فندم بتفضل. أهلا بيك. مساء الخير. أيوة فندم. أهلا بيك تفضل يا فندم. أنا في الحقيقة طبعا دكتور ثروت يعني صعب إن الواحد يتكلم عن الدكتور ثروت يعني، وخاصة أنا يعني كنت يعني اعرفه معرفه يعني مش قويه قوي، لكن اعرف اعماله جيدا واعرف اولاده طبعا اصدقاء، وهو طبعا دايما اتذكر له الكلمه العظيمه بتاعه كان دايما يعلمنا يقول كل من سالك فاعطيه، مش من سالك فاعطيه، كل من سالك فاعطيه. فيعني في الحقيقه احنا يعني الدكتور ثروت انا شايف انه عايش باعماله وعايش بتلامذته وعايش بأولاده اللي موجودين دلوقتي وتلامذته الكتيرة. فطبعا احنا فقدنا خادم من طراز نادر، خادم من طراز رفيع، يعني هنفتقده كثيرا، يعني صعب نشوف حد تاني في خادم زي الدكتور ثروت. كان صعب جدا ان انا مش قادر اتكلم او اعبر. انا كمان بتنسي الشيخ الدكتور الاستاذه مارجريت الصديقه العزيزه معاكي، بنسي عليها طبعا، ربنا يبعديها طبعا. واحنا طبعا عزقنا انه اولاده وتلامذته موجودين، وان شاء الله يعني يكملوا مسيرته في الخدمه ان شاء الله. انا بشكرك جزيلا استاذ اشرف عجيب منسق مكتب رعايه الشهداء والمصابين بالكاتدرائيه. يمكن واحنا في ختام هذا اللقاء كلمة أخيرة حضرتك توجهيها النهاردة لأسرة الدكتور ثروت باسيلي ولكل محبي حول العالم، يعني الناس كلها الحقيقة عرفت دكتور ثروت من خلال سي تي في ومن خلال أعماله اللي يمكن كمان بدأت تظهر، لأنه في حياته ما كانش بيحب يتكلم عنها، بدأت تظهر بعد النياحة. عايز أقول لأسرته يعني أكيد ثروت باسيلي عايش في قلوب كل المصريين بأدائه الوطني المحترم بالنسبة للوطن ككل، عايش في كل بيت من خلال سي تي في، عايش في قلوبنا كلنا بسبب الخير اللي هو كان بيعمله. ثروت باسيلي هيدنه قيمة وقامة، كلنا بنتعلم منه، كلنا حاطينه قدوة، وأنا متأكدة أن ولاده هيمشوا على نفس الخطى وانهم قدوه لاخرين. احنا مؤمنين تماما ان مفيش موت في المسيحيه، هو انتقال ده حقيقي.
وربنا ينيح نفسه وهو رايح مع حبيبه القديسين. وانا عارفه ان هو كان يعني بيحب القديسين جدا, وزي ما سمعت انه كان مصادق القديسين, وكفايه حبه لقداسه البابا شنودة وحب بابا شنودة ليه. ده حقيقي. اشكرك جزيلا استاذه مارجريت عازر عضو مجلس النواب, شكرا جزيلا لحضرتك. حقيقه النهارده وانا داخله المكان الاستوديو ده وشفت الصور الخاصه بدكتور ثروت باسيلي, قد ايه عرفت ان الراجل ده كان فعلا محبه ربنا ظاهره على ملامحه. حقيقة. على وشه. الناس كلها حول العالم عرفت دكتور ثروت باسيلي قبل نياحته وبعد نياحته من خلال اعماله. يمكن المحتكين بيه او اللي يعرفوه بشكل شخصي ممكن يكون الاف من الناس, لكن اللي يعرفوه دلوقتي ملايين من البشر في كل انحاء العالم من خلال اعماله. الايه اللي موجوده على الصوره دي بتقول طوبى للاموات الذين يموتون في الرب منذ الان, نعم يقول الروح, لكي يستريحوا من أتعابهم وأعمالهم تتبعهم. حقيقي أعمال دكتور ثروت باسيلي تتبعه وستظل تتبعه إلى مدى الأجيال. بشكر حضراتكم على متابعة هذه الحلقة, إلى أن ألقاكم قريبا, إلى اللقاء.